اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من حلقات حديث القاهره. حلقه النهارده الحد 12 مايو 2024. حديث القاهره لا يتوقف اطلاقا، من الرياضه للسياسه للموضوعات الاجتماعيه للاحداث الدوليه اللي صداها موجود في مصر. لكن هنبتدي النهارده بالرياضه، معشوقه الملايين الساحره المستديره. النهارده ماتش مهم جدا، نادي الزمالك هيخوض نهائي البطوله الكونفدراليه الافريقيه قدام الفريق المغربي القوي جدا نهضه بركان. الزمالك من شويه صغيرين اعلن التشكيل اللي هيكون موجود، وطبعا مع كل الامنيات للنادي الزمالك العريق الكبير بانه يقدم ماتش قوي زي ما تعودنا منه وزي ما يليق بيه، لانه هيسهل على نفسه كتير جدا. مباراه الذهاب دي هتفرق قوي في مباراه الإياب اللي هتكون موجودة عندنا هنا في القاهرة. الملاعب هنا في مصر هتكون مليانة بجمهور الزمالك، الدعم المعنوي مهم جدا. لكن الحقيقة دي مش المرة الأولى اللي الناديين دول يتقابلوا، آخر مرة كانت بينهم فاز فيها الزمالك بضربات الترجيح 5-3. في تصريحات كتيرة جدا موجودة على صفحات الجرايد الرياضية والملفات الرياضية المغربية بتقول احنا جاهزين جدا نهضة بركان، اتعلمنا الدرس وبقى عندنا خبرات رياضية ودولية كبيرة قوي، هنعرف نتعامل مع الزمالك وان شاء الله الماتش لصالحنا. احنا بقى هنا بنقول العكس. ايه بقى التوقعات؟ التشكيل اخباره ايه؟ التصنيفات وايه الحاجات اللي شايفينها ان شاء الله هتكون داعمه؟ معانا عبر زوم الصحفي الرياضي الزميل الاستاذ هاني عبد الصبور رئيس القسم الرياضي في القاهره 24. يا استاذ هاني مساء الخير. مساء الخير عليك يا استاذه كريمه وعلى كل الساده المشاهدين. احنا عارفين ان شاء الله نادي الزمالك هيفرحنا النهارده، دعواتنا كلها موجوده معاه ودعمنا كله ليه، جمهور مصر كله بصراحه. بس قول لي ايه رايك في الحد دلوقتي، التشكيل اللي موجود بيدي انطباعات بحاجات معينه؟ يعني باقي من الزمن اقل من ساعه، ايه الاخبار، اخر المعلومات اللي عندك؟ طيب اقول لحضرتك في البدايه، تشكيل الزمالك في حراسه المرمى محمد عواد، رباعي خط الدفاع عمر جابر، حسام عبد المجيد، حمزه المسلوسي، احمد فتوح، ثلاثي خط الوسط محمد شحاته، احمد حمدي، دونجا، امامهم ثلاثي هجومي سامسون والجزيري واحمد سيد زيزو. بمجرد الاعلان عن التشكيل الرسمي بعض الجماهير ابدت قلقها من مشاركه سامسون كجناح، كله كان بيفضل دفع بنضاي كجناح على اعتبار ان ده مكانه افضل من سامسون، لكن يعني في توقعات ان ممكن جوميز المدير الفني لنادي الزمالك يكون بيلعب بسامسون عشان يقدر يعمل يعني كثافه هجوميه داخل منطقه جزاء الخصم، خصوصا ان جوميز في المحاضره الاخيره للاعبين قال لهم تعاملوا مع نهائي الكونفدراليه كانه نهائي دوري ابطال اوروبا، مباراه الماتشين لكنها مباراه واحده، لازم نحقق الفوز في مباراه النهارده علشان نقدر في مباراه العوده نلعب باريحيه، لان كمان مباراه العوده زي ما تاكدنا النهارده هيكون بحضور 52300 مشجع في استاد القاهره، ده عامل حاله من الذعر والرعب هناك في الجاليه المغربيه وفي فريق نهضه بركان، لان هم كانوا بيلعبوا في ملعب برج العرب في 2019 وعارفين حجم الجمهور اللي بيتمتع بيه نادي الزمالك والدور الكبير اللي لعبه الجمهور هنا في نهائي الكونفدراليه 2019، وعندهم تخوف وده اللي كان بيركز عليه التونسي معين الشعباني المدير الفني لنهضه بركان اللي سبق لي العمل هنا في مصر واشتغل اكتر مع اكتر من نادي وواجه انديه مصريه ابان توليه قياده انديه تونسيه، وقال لهم لازم احنا كنهضه بركان نقدر نسجل هدف واثنين وثلاثه علشان لما نروح القاهره الاجواء هتكون صعبه، عايزين نسهل على نفسنا المأمورية. في النهاية كل التوفيق لنادي الزمالك في العودة بنتيجة إيجابية بإذن الله ويكون بطل البطولة في إن شاء الله يفرحنا كلنا، والنتيجة اللي هيحققها النهاردة هتفرق كتير جدا معاه في الماتش الجاي. نهضة بركان في الصحف المغربية بيقول إن معتمد على نقطتين في إن أنا أحقق الفوز المرة دي، واحدة فيهم إن أنا بقى عندي خبرة دولية، يعني تفوقت على المرحلة اللي كنت فيها اللي واجهت فيها نادي الزمالك زمان، والتانية زي ما حضرتك قلت المدرب حافظ طريقة لعب نادي الزمالك لأنه اشتغل هنا كتير. شايف النقطتين دول فعلا ممكن يكونوا يعني نقط قوية جدا ممكن تفرق في المباريات في أداء نهضة بركان المرة دي؟ طبعا نهضة بركان بقى فريق متمرس في المشاركات الأفريقية تحديدا البطولة الكونفدرالية، عنده مجموعة كبيرة من العناصر عندها خبرات كبيرة جدا في القارة الأفريقية، لكن أيضا نادي الزمالك الجيل الحالي عنده من الخبرات ما تمكنه من عبور موقعة نهضة بركان، كمان الزمالك عنده جمهور كبير جدا بيتمتع بيه، الزمالك عنده دوافع أكبر من نهضة بركان للفوز بالبطولة
الكونفدراليه على اعتبار انها البطوله اللي هي مضمونه في اليد بالنسبه للزمالك هذا الموسم بعد التاخر في مسابقه الدوري. واعتقد ان جمهور الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك حتى كمان يبان من الدعم الاداري او من مجلس اداره نادي الزمالك للفريق، يعني موجود هناك الكابتن حسين لبيب رئيس النادي، الكابتن احمد سليمان، استاذ حسام الممدوح، استاذ عمرو الادهم، طبعا دعم اداري كبير جدا تذليل كافه العقبات بالنسبه لنادي الزمالك، فده باين من الدعم. اما مساله الخبرات او الخبره السابقه اللي بيتمتع بها التونسي معين الشعباني وان هو واجه انديه مصريه كتير جدا، هو سبق له التفوق على نادي الزمالك، لكن ده مش عامل يعني مهم جدا في المواجهات اللي زي دي، لان كمان معين الشعباني ما واجهش الزمالك تحت قياده جوميز، ما واجهش المجموعه من حاليه من هؤلاء اللاعبين داخل نادي الزمالك، وبالتالي مفيش افضليه لحد على حد، لكن الافضليه هتكون بالمجهود خلال ال 90 دقيقه في مباراه الذهاب وال 90 دقيقه مستهمه في مباراه العوده. ان شاء الله 90 دقيقه ممتعه واداء مبهر يستاهل نادي الزمالك ان هو يقدم افضل ما عنده، لان زي ما حضرتك قلت دي بطوله المفترض انها تعتبر بطوله مضمونه بالنسبه له. انا بشكرك جدا استاذ هاني عبد الصبور، يعني شكرا جزيلا لوجودك معانا رئيس القسم الرياضي في القاهره 24، شكرا لكل المعلومات دي. الموضوع الثاني اللي كان حديث القاهره النهارده في حب آل البيت. النهارده الرئيس السيسي افتتح بشكل رسمي بصحبه سلطان البهره، السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفه البهره بالهند. افتتحوا سويا مسجد السيده زينب بعد التطوير. الله على الجمال اللي احنا شفناه النهارده وحاله الروحانيات والجمال المبهر في هذا المسجد الجميل. مين هم البهره اللي مهتمين جدا بمساجد آل البيت عندنا في مصر؟ طوروا أكتر من مسجد وهنقول لكم عليهم، بس في الأول هم مين؟ البهرة باختصار شديد جدا منتشرين في عدد من الدول، لكن المركز بتاعهم في الهند وتحديدا في مدينة بومباي. الهند وباكستان من أكتر الأماكن اللي هم منتشرين فيها، وعندهم كمان جاليات في 40 دولة حول العالم. الطائفة دي بتحب كل ما يمت إلى آل البيت، طائفة مسالمة جدا ملهاش أي علاقة بالسياسة ولا تداخل معاها، وفي نفس الوقت ما بيدخلش للطائفة دي حد من براها، يعني اللي اتولد على هذا المذهب البهرة بيفضل هو وعائلته وأبنائه ونسله، لكن ما بيقبلوش حد من الخارج وفق ما هو معلن. في عدد من المساجد الجميلة جدا والتاريخية والعزيزة على قلب المصريين شاركوا في تطويرها وإعادتها مرة تانية وإعادة رونق الحياة ليها، مثلا على سبيل المثال مسجد الحاكم بأمر الله الفاطمي. وعندنا عدد من المساجد الأخرى، المسجد الأقمر وجامع الحاكم بأمر الله زي ما قلت لكم، مسجد الحسين اللي تم افتتاحه من سنتين لو تتذكروا، مسجد الجيوشي، مسجد وضريح السيدة نفيسة، وأخيرا مسجد السيدة زينب. أما بقى السيدة زينب فهي حبيبة المصريين، إزاي لأ يعني؟ حفيدة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. دخولها لمصر كانت فرحة لأهل مصر، لدرجة إن جموع الناس خرجت في استقبالها مجرد ما وصلت لمصر سنة 61 هجريا. دخلت مصر المحروسة واستقرت فيها، وبعد ما استقبلها أهل مصر بالزغاريت والترحاب، والي مصر وقتها أهدلها قصره هو شخصيا علشان تقيم فيه في مصر. لكنها بزهدها وروحها قالت أنا عايزة غرفة واحدة بس، والغرفة دي هي جعلتها للعبادة والتنسك والزهد، عاشت فيها وماتت فيها. قبل وفاتها طلبت إن هذا القصر الكبير يتحول إلى مسجد، أما غرفتها اللي عاشت فيها وكانت عابدة زاهدة متنسكة فيها هي اللي تحولت لمقام السيدة زينب اللي الناس بتروح تزوره. المقام ده ملفت للنظر جدا، تصوروا ان بنيان هذا المقام فيه اكتر من 3.2 من 10 طن فضه خالصه، اعلى نسبه نقاء اللي هي بتقارب الالف، وفي كمان تقريبا من الذهب 16 كيلو جرام عيار 24. هذا هو مقام السيده زينب. رخام الحوائط مش موجود في اي مساجد اخرى ايا كانت هذه المساجد، لان نقوشه محفوره وبارزه للداخل بتدي منظر جميل وعتيق. مسجد مريح للقلب بعد اعتقد هذا الافتتاح والتطوير، اكيد
حيزداد جمالا ورونقا، وهو المكان الجميل الحبيب قوي على قلوب المصريين. الدكتور أسامة فخر الجندي عنده معلومات لينا، لان خلينا نقول احنا عايزين نعرف اكتر واكتر افتتاح المسجد، يا ترى ايه اللي هيكون موجود، وهو طبعا مدير عام المساجد بوزاره الاوقاف. اهلا بحضرتك معنا في حديث القاهره. اهلا وسهلا افندم بحضرتك وبالساده المشاهدين جميعا والمستمعين، ويعني نبارك هذا الافتتاح العظيم الذي يعد علامه بارزه ومضيئه في تاريخ الدوله المصريه. احنا الحقيقه فرحانين قوي بان هذا المكان الحبيب قوي والقريب لقلوب المصريين تم تجديده واستعاد رونقه من جديد، لكن عندنا سؤالين. السؤال الاول، هو مفتوح للجمهور على الدوام 24 ساعه ولا ساعات معينه؟ وهل يا ترى مفتوح للستات ومفتوح للرجاله ولا برضه ساعات وساعات؟ ممكن تدينا تفاصيل اكتر؟ تمام، خلينا نقول الاول كده، نبدا بكلام ربنا سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، إلى آخر الآية الكريمة. هذه الآية الكريمة فيها ثناء من الله سبحانه وتعالى على من؟ على من يعمرون بيوته ومن يعمرون مساجده. ولما نيجي نسأل نقول يعني إيه عمارة بيوت الله ويعني إيه عمارة المساجد؟ من عمارة المساجد صيانتها، ومن عمارة المساجد تعهدها، ومن عمارة المساجد نظافتها، ومن عمارة المساجد إنشاؤها، وغير ذلك من الأمور. إذا هذا ثناء جميل من الله سبحانه وتعالى، وليس هناك ثناء فوق ثنائه عز وجل على من يعمر بيت الله سبحانه وتعالى. نحن الآن نعيش عصرا ذهبيا في افتتاح المساجد، عصر لم يسبق إليه في أي عصر آخر، بل أقول في أي دولة أخرى، لأننا في هذا العصر وتحديدا منذ سنة 2014 تقريبا وصل افتتاح عدد افتتاح المساجد نحو 12,000 مسجد جديدا او تجديدا او صيانة او اصلاحا وغير ذلك من الامور. فنحن نعيش في عصر ذهبي، هذا العصر مملوء بحسن العناية والرعاية بالمساجد وبيوت الله عز وجل. اما عن سؤال سيادتك عن مسجد السيدة زينب، لا شك ان افتتاح مسجد السيده زينب اليوم ابهر الجميع. حضرتك يعني نقدر نقول مجموعه من الحرف والمهن والصناعات تكاملت وتعاونت حتى تبرز لنا هذا الصرح العظيم وهذا المنظر الجميل وهذا الذوق الرفيع. افتتاح مسجد السيده زينب اليوم ابهر الجميع، الالوان مبهرة للغاية، الطراز مذهل، التغيير فيه ليس تغييرا رتيبا وانما هو تغيير غير عادي. غير عادي من ناحيه ايه؟ انا اسفه للمقاطعه دكتور اسامه، قبل ما ارجع برضو لبقيه السؤال اللي سالته، غير عادي ازاي؟ هل يا ترى تم اطفاء اشياء جديده ولا ما كان تم اعادته لرونقه من جديد؟ لا يا فندم، لا يا فندم، هناك يعني عمليه شامله تمت في مسجد السيده زينب رضي الله تعالى عنها وارضاها. يعني الساحه الخارجيه كلها بالكامل كسيت باجود انواع الجرانيت، تم زيادة عدد الأبواب تجنبا لتدافع المصلين والزوار في أوقات الذروة. حوائط المسجد كسيت هذه الحوائط أيضا بالكامل من الخارج بالحجر المزخرف بالعقود وبأشكال بروازية. الساحة الخارجية الآن يعني هي تمهيد لأن تدخل إلى المسجد، نجد فيها أيضا المشكاة النحاسية ونجفة كبيرة مشهورة بقنديل أم هاشم كما نسمع يعني هذا الأمر. منبر المسجد روعي في المنبر الجديد روعة التصميم، أعيد للمسجد القديم روعة محرابه. هناك أنواع من الرخام وحفرت عليها آيات قرآنية كريمة. هناك حوائط داخلية في المسجد تحولت إلى لوحات فنية خشبية ورخامية تبهر الناظرين. يعني نقدر نقول أن القائمين على عملية التجديد في مسجد السيدة زينب يعني كانوا حريصين على أن يكون التصميم على أحدث طراز إسلامي. الرخام مزخرف بشكل محفور بارز داخل الحوائط، يعطي منظر جمالي عتيق. يعني نقدر شفنا النهارده دكتور اسامه ما شاء الله. طيب بالنسبه للدخول فيه بقى، هل هيبقى مفتوح 24 ساعه؟ المسجد مفتوح بالفعل، والزوار دخلوا المسجد ويعني وجدوا هذه الراحه النفسيه والوجدانيه والذوقيه، وتقام الشعائر في كل الصلوات والزياره. بس هيفضل مفتوح على مدار الساعه؟ اقصد نعم، ان نعم على المسجد مفتوح في الاوقات المحدده له للصلاه. نعم، يعني طب وزيارات يا دكتور؟
نعم. والزيارات يعني الصلاة، مواعيد الصلاة طبيعي ان المسجد هيكون مفتوح فيها ان شاء الله في الاوقات المحددة ايضا للزيارات مثلا، بطريقة يعني نحافظ من خلالها على قدسية المسجد. يعني مثلا يا دكتور أسامة، لو في فكرة مبدئية على ما تم تحديده، هل في اوقات معينة للستات واوقات معينة للرجالة؟ هل في اوقات معينة او ساعات تم الاتفاق عليها، ولا لسه دي لم تحدد بعد؟ يا فندم، هو دلوقتي المسجد مفتوح والزيارات لها اوقاتها المحددة، وهناك مكان خاص بالسيدات، ومن يذهب الى هناك سيجد كل راحه نفسيه ووجدانيه. بس احنا عايزين نقول للناس الاوقات يا دكتور اسامه عشان اللي يروح يعرف ان المسجد مفتوح للزياره. لا لا، يذهب يعني قبيل الظهر الى المسجد وسيجد كل الامور يعني جميل موجوده ان شاء الله رب العالمين. طيب نعلم. سؤال اخير، مين اللي هيكون قائمين على اداره هذا المسجد؟ يعني احنا شفنا في مسجد سيدنا الحسين لما تم افتتاحه كان في اكتر من يعني فكره الى ان تم ادارته بشكل النهائي اللي تم التواصل ليه. مين اللي هيدير مسجد السيدة زينب بعد ما تم تطويره؟ إدارة المساجد عموما لا تعود إلا لوزارة الأوقاف، يعني وزارة الأوقاف. لكن المساجد لا. كل المساجد تحت إشراف وزارة الأوقاف. تمام، كل المساجد تحت إشراف وزارة الأوقاف. بس مساجد أو مؤسسة مساجد كانت تحت إشراف مؤسسة، كانت تحت إشراف أيضا وزارة الأوقاف، هل هي اللي هيتم العهد ليها برضو بمسجد السيدة زينب ولا لا؟ لا يا فندم، زي ما بقول لسيادتك كده، كل الإشراف تحت إشراف المساجد تحت رعاية وزارة الأوقاف، والولاية كاملة لوزارة الأوقاف في تحديد الإجراءات وتحديد ما يتم داخل المساجد من كل أمور تتعلق بالشعائر أو بأي إجراءات أخرى. واضح. أو بأي أمور دعوية إلى غير ذلك من الأمور. وضحت يا دكتور أسامة، مبروك علينا كمصريين، يعني حقيقة افتخرنا جدا باللي حصل. شكرا جزيلا دكتور أسامة فخر الجندي، مدير عام المساجد بوزارة الأوقاف. وزي ما شفتوا من قبل الظهر إن شاء الله تروحوا وتلاقي المسجد مفتوح وتعمل زيارة حلوة، وادونا آرائكم، إيه اللي شفتوه وقابلتوه، كانت الزيارة معاكم أخبارها إيه. الخبر اللي هنقوله دلوقتي متعلق بالخبر اللي احنا زعناه امبارح. امبارح في نفس الوقت زعنا لكم الخبر والقرار الخاص بوزارة الأوقاف بمنع تصوير الجنازات داخل المساجد، واعتبروها معانا هنا على الهواء في تصريحات خاصة ان ده كان مراعاة لحرمة وقدسية المسجد وحرمة الميت. في هذا الموقف لا يصح إلا أن تقف إجلالا للاتنين. فنقابة الصحفيين امبارح برضو سألنا، احنا نقابة الصحفيين رفضت وقالت ان ده غير دستوري. فكان الرد من الوزارة المعنية دكتور هشام عبد العزيز قال لنا ان يا جماعة احنا لا نتعدى على حد، احنا بنتكلم على داخل حدود المسجد وده تابع لينا، ما بنتعداش على حد ولا على حرية حد. ايه رأي بقى شعبة المصورين؟ هنعرفها من رئيس شعبة المصورين الأستاذ مجدي إبراهيم. أهلا بحضرتك يا أستاذ مجدي. اهلا وسهلا الفندم، اهلا بحضرتك. التصريحات اللي كانت عندنا امبارح في حديث القاهره اتقالت لنا بصراحه ان احنا ما بنعتديش على حريه حد، احنا بنتكلم على داخل المسجد وده يخصنا، ايه رايكم؟ والله يا فندم، هو البيان اللي كان طالع يعني اتكلم بشكل انه داخل المسجد وخارج حدود المسجد وداخل النعش وهو داخل المسجد، يعني كان معمم بشكل كبير خالص ان هو يعني حاطط قواعد للمنع بكل الاماكن المحيطه حتى بالمسجد، مش داخل المسجد فقط. بس هو قال لنا على الهوى ان احنا بنتكلم داخل حدود المسجد ودي المكان الخاص بينا، لان ده خاص بحرمه المسجد وحرمه وجلال موقف الـ يعني الجنازه والصلاه على الميت داخل المسجد. والله يا استاذه، يعني احنا بنتكلم بالنوايا ولا بنتكلم بالقرار اللي صدر؟ القرار اللي صدر مكتوب فيه زي ما قلت لحضرتك كده، داخل المسجد وخارج حدود المسجد والجنازه وهي داخل المسجد، فهو عمم بشكل كبير يعني، فما كان ده كان اللي مستفز في القرار او في البيان اللي صدر يعني. وبالتالي النقابه كان ليها اجتماع وناقشت فيه البيان اللي طلع، وقالت النقابه انه ده مخالف للدستور، لانه يعني هو يا فندم، هو الصحافه تفتكري حضرتك انها ممكن تبيح حرمه الميت وتبيح انها مكان عباده؟ يعني استاذ مجدي لو عايز الحق، انا بكلامي مع حضرتك شخصيا وقفنا قبل كده على التعدي اللي بيقوم بيه بعض الصحفيين في تصوير الجنازات، وشفنا مشاهد غير لائقه، يعني بيصوروا من ناحيه حد بيبكي واللي قصادهم اثنين ثلاثه بيهزروا مع بعض. من فضل حضرتك، من فضل حضرتك يا استاذ، لما نيجي نقول كده الصحفيين، فاحنا كده بنظلم. لا ما بعممش، لا انا ما بعممش، انا بتكلم على المصور ايضا صحفي بالمناسبه. ما انا هقول لحضرتك، ما انا عارف طبعا، انا فاهم جدا اللي حضرتك بتقوليه، بس انا عايز ارد على بس جزئيه معينه. الازمه الكبيره والاساسيه والرئيسيه اللي بتحصل ايه يا استاذه؟ انه اي حد
اي حد بيبقى ماسك الموبايل وبيعمل هذا الفعل بيتقال عليه الصحفيين بتنتهك حرمه الميت. هو كل من مسك موبايل وبقى يصور بيه في الجنازه فهذا بقى صحفي؟ ده دي ازمه احنا بنعاني منها اكتر من ناس كتير. احنا اكتر فئه مضروره من اللي بيحصل ده، لانه بيتهمنا في مهنتنا وفي شرفنا اللي احنا يعني ما عندناش اعز منه. هل انتوا كلمتوهم؟ انا خلينا ندخل في الموضوع العملي يا استاذ مجدي، وانا عارفه ان حضرتك شخصيه عمليه جدا. هل تواصلتوا معاهم علشان توضحوا وجهات النظر ان في تصريحات لمجموعه معينه معتمده عارفين مهنتهم كويس ومهنيين، هم دول اللي المفترض يكون ليهم تصريحات دائمه، واحنا المفترض نبعت لكم الاسماء عشان ما يبقاش في تعدي على الحرمه؟ واحنا كمان نخاطب مين؟ الجهه اللي اصدرت البيان امبارح، الجهه اللي اصدرت البيان امبارح اللي هي وزاره الاوقاف. أيوه. المفترض انه في، احنا عارفين انه الازمه دي بقى لها فتره واحنا بنعترف بده، واحنا عارفين ان في ازمه بتحصل، في تجاوزات بين كل جنازه بتحصل. لكن اعتقد كمان المجتمع كله كان شايف، ويعني القنوات والاعلام كله كان شايف انه بدا يبقى في اجتماع حصل ما بين نقابه المهن التمثيليه ونقابه الصحفيين، وبداوا يتفقوا مع بعض عشان يحطوا ضوابط عشان يعالجوا هذه المشكله اللي بتحصل. في حاجه عايزه اقول عليها يا استاذ مجدي، اسمح لي. البيان طلبناه ونزل قدامي اهو، ما كانش فيه كل الحاجات التانية. قال نظرا لما لوحظ في تصوير بعض الجنائز اثناء الصلاه عليها او دخولها من المسجد او خروجها منه من تجاوز لا يليق بحرمه المسجد ولا بحرمه الميت، يمنع منعا باتا تصوير اي جنازه سواء حال دخولها او خروجها او الصلاه عليها بالمسجد. ما هو ده بقى اللي انا بقوله لحضرتك، هو بيتكلم على دخولها المسجد او خروجها المسجد، مش حوالين المسجد ولا الحاجات دي، لا دخولها ولا خروجها بعتبات المسجد. يعني هو السؤال حضرتك بتشوفي في الفترات الاخيره انه المصورين بيدخلوا يصوروا جوه المسجد؟ ما بيحصلش. التصوير كله بيبقى من خارج المسجد، مفيش حد بيدخل جوه المسجد دلوقتي بيصور منه، كله بيصور خارج المسجد. اللي بيصوروا جوه المساجد دول هم بقى اللي احنا بنقول عليهم اللي هم البلوجرز واللي هم الانفلونسرز واللي هم اصحاب المحتوى اللي هم عاملين لنا الازمه دي كلها، وان كل ما حد فيهم بيشوف حد فيهم بيصور بيقول عليه ان هو صحفي او مصور، ودي طب مش ممكن حقيقة. الموضوع ده يفيدنا يا استاذ مجدي في ان احنا نحدد مين الشخصيات اللي يطلق عليها صحفي والباقيين دول هم اللي يتمنعوا، احنا نتفق مع وزاره الاوقاف. القصه يا استاذه مش المنع ده دايما يعني بشوف ان هو أسوأ شيء ممكن اي حد يفكر فيه. كل حاجه هقول امنع امنع امنع، يبقى احنا بنضيق وبنخنق يعني لا، انا بشوف ان احنا نضع ضوابط، نقول يلا نحل الازمه، تعالوا نشوف ايه الضوابط اللي نضعها عشان اللي يخالف الضوابط هو اللي يتمنع وهو اللي يتسحب منه التصوير. واحنا مع الحل ده على فكره، مع الحل ده جدا، يعني ده اللي المفترض يحصل. المنطق هو ده اللي حصل من نقابه الصحفيين، واجتمعت والشعبه كان ليها راي، والحمد لله يعني اعتقد كان راي صائب وخدوا بيه وطلع في البيان انه نحط ضوابط، نحاول كمان نبقى بنلبس فيست بيتكتب عليه كلمه بريس عشان يبقى معروف ان هو ده الصحفي، عشان لما اذا اللي تتواصلوا ليه يا استاذ مجدي هتتواصلوا مع وزاره الاوقاف علشان تحطوا الضوابط دي وتعتمد من الطرفين، يعني في حد لازم يبادر بالخطوه الاولى. اكيد خلينا أكيد طبعا، بس احنا كان نفسنا ان وزاره الاوقاف لما هي شايفه انه كان في حراك الفتره اللي فاتت دي وشايفه انه في اجتماع حصل، يعني لو هي كان عندها بعض الاراء او بعض الاقتراحات اعتقد برضه هم كوزاره متواصله مع نقابه صحفيين وعندها اعضاء من النقابه بيغطوا الوزاره كانوا ممكن يتواصلوا بطريقه او باخرى. انا سالت امبارح يا استاذ مجدي على فكره، مش مهم مين بدا ومين، سالت امبارح يعني انا هل تواصلتوا؟ قالوا احنا لان القرار حتى الان داخل حدود المساجد او المنطقه المتعلقه بالمسجد فهو قرار داخلي، لكن اي شيء اخر اكيد لو ما هوش يعني ما بنتعداش على حريه حد لانه داخل المسجد، لكن اكيد لو في اي تواصل او في اي حاجه ممكن يكون فيها تسهيلات الموضوع مش هيبقى فيه مشكله. احنا هنا بنطالب حضراتكم وبنطالب وزاره الاوقاف ان يكون في اجتماع مشترك حضراتكم تقولوا فيه المقترحات ازاي يتم تسيير عمل الصحفيين المهنيين اللي بجد اللي فاهمين مهنتهم وبيحترموها وفي اطار ضوابط تعتمدها كمان وزاره الاوقاف. احنا كمصورين وكشعبه مصورين اكتر ناس حريصين على اللي حضرتك بتقوليه دوت، لان انا احب ان انا اعمل عملي بطريقه منظمه بطريقه صحيحه بطريقه لا تضايق تمس القانون ولا تضايق حرمه الاشخاص في الاحداث اللي زي دي. عشان كده كمان الشعبه قالت انه بنحرم الذهاب للمدافن والتصوير عندها، وقلنا ده ممنوع تماما يعني لانه شايفين انه دي اكتر لحظات فيها ضعف انساني وبقى يعني التصوير فيها ملوش قيمه يعني، فقلنا نكتفي بس بالمشهد اللي هو بيوثق الحدث دوت اللي هو عند دخول المسجد او الخروج منه.
قلنا العدد يعني بتاع اصحاب حاله الوفاه هم يسمحوا للصحفيين او لا، دي الضوابط اللي احنا قلناها ودي وهي منطقيه جدا وانسانيه ايضا ومهنيه. احنا بنشكرك على المعلومات دي يا استاذ مجدي، وهنستنى هنا في حديث القاهره نعلن على ان انتم بالفعل عملتوا اجتماع مشترك وتوصلتوا للضوابط اللي هيتم اعتمادها من الاطراف كلها. احنا مشكورك جدا استاذ مجدي ابراهيم رئيس شعبه المصورين الصحفيين. اخر خبر موجود معانا، عاصفة شمسية لم تحدث من 2003، شدتها من 1 لـ5 على الدرجة رقم 4، وفي طبعا كان تصريحات ان هي على الدرجة رقم 5 يعني شديدة. المفترض انها وصلت الى الكرة الارضية هذه العاصفة الشمسية من يوم الجمعة وهتستمر لعدد من الايام. حصل تأثيرات عجيبة جدا على بعض الدول خصوصا شمال اوروبا، الشفق القطبي، مشاهد مبهرة وجميلة ناس صورتها في اماكن مختلفة حول العالم. لكن هذا الجمال هل وراه ضرر؟ هل وراه رسالة؟ هل في حاجة غريبة بتحصل في الكون من المفترض ننتبه تغيرات ما، ولا الموضوع طبيعي وعادي؟ احنا معانا على التليفون رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية الدكتور طه رابح. يا دكتور طه مساء الخير. مساء النور يا فندم. ده عادي وطبيعي ولا في شيء مختلف؟ هو الدورة الشمسية يعني عندنا بتبدأ بتاخد حوالي 11 سنة، هي بتستغرق 11 سنة، والدورة دي عبارة عن دورات سايكل كده. فبدأ عندنا من سنة 2000، يعني بقى لها دلوقتي احنا في نص في قمة في 2019، احنا في قمة الدورة الشمسية دلوقتي حاليا في قمة، وقمة الدورة الشمسية يعني قمة نشاط الشمس. وزي ما حضرتك ممكن تكون عارفة ان الشمس طبعا بيقسموها نطاقات، وكان من الطبيعي ان النطاق اللي هو دايما نشط على الشمس اللي هو المنطقة رقم بيدوها أرقام اللي هي 3663، إلا إن في منطقة اللي هي 3664 بدأت تظهر نشاط مفاجئ وبقع شمسية كبيرة جدا، وظهرت بقعة شمسية كبيرة يعني حوالي حجم الأرض 16 مرة. البقعة الشمسية دي عبارة عن مجال مغناطيسي شديد جدا، نحن نشوفها بقعة سوداء لان شده المجال المغناطيسي بتمتص الاطياف فبنشوفها بقعه سوداء، لكن بتكون ده قمه نشاط الشمس. هل ده ليه اي اضرار على الكره الارضيه؟ يعني مثلا احنا سمعنا اما بيحصل انفجار شمسي بيجي بتطلع حمم من الشمس، الحمم دي الانفجار الشمسي دي ما نقول لحضرتك ده مليارات القنابل نووية الذرية بتيجي زي حمم كده، فبتضغط المجال المغناطيسي الأرضي من أوله الماجنتوسفير، بعدين يليه الطبقة اللي تحت منه، ده كل ديت هو الزونات اللي هي بتحمي الأرض من الأضرار العواصف الشمسية. فبتيجي بعض الجسيمات اللي هي المشحونة بتدور على نقاط الضعف اللي بتقدر تخترق لنا المجال المغناطيسي الأرضي، فأثناء اختراقها بتسبب لنا الوهج او الشفق القطبي اللي احنا بنشوفه ده من مناطق الضعف، وغالبا ما بتكون اللي هي المنطقتين اضعف منطقتين اللي هو الاقطاب، منطقه صحيح. الاقطاب. طيب هل ده ليه اي تاثير على الكره الارضيه؟ يعني احنا سمعنا ان الانترنت ممكن يتاثر، الوسائل النقل، الاتصالات. هي بتاثر طبعا على وسائل اللي هو الملاحه الجويه، وبتاثر طبعا على لو في عندنا انابيب مدفونه داخل الارض فبيحصل لها تاكل، لكن غالبا ما بيكون التاثير الضار مش عندنا احنا في دلوقتي من دوله مصر تقع في المنطقه ذات الخطوط العرض المتوسطه، لكن هو الاضرار تقع في المناطق القطبيه ذات الخطوط العرض العليا او المناطق الجنوبيه اللي حصل فيها اللي هو الشفق او اختراق الجسيمات دي وشحن المجال الارضي، وبتأثر في الأرض طبعا بتسبب لنا طبعا ساعات في المناطق اللي هي العالية القطبية دي بتولد مجال كهربي عكسي للمجال اللي هو في التيارات الكهربية العادية، فبتحرق لنا قلب المحول نفسه. لكن اتفضل. وضحت جدا. انا بشكر حضرتك جدا على كل المعلومات اللي حضرتك اديتها لنا. طبعا رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكيه الدكتور طه رابح، شكرا جزيلا. يعني يا جماعه دي دوره شمسيه عاديه، اي نعم الموضوع فيه يعني زياده تفاعلات اكتر، لكن ربنا يحرس الجميع. اما بقى درجات الحراره ويعني ايه حر الصبح
وبرد بالليل وان في احتمال للمطر، الاخبار اللي بنقراها دي الدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد معانا وهتشرح لنا. يا دكتوره منار مساء الخير. مساء الخير على حضرتك استاذه كريمه، ومساء الخير على كل الساده المشاهدين، اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك، طمنينا على احوال الجو. احنا بنقرا حاجات غريبه قوي، هل طبيعي في الفصل اللي احنا فيه ده الصبح يبقى حر وبالليل برد والناس تتغطى؟ هو طبيعي جدا في فصل الربيع طبعا، لان احنا الربيع دايما معروف بالتغيرات الحاده والسريعه في الحاله الجويه، وخاصه اختلاف مصادر الكتل الهوائيه ده بيخلينا مع وجود اشعه الشمس فتره النهار نحس بالاجواء الحاره او المائله للحراره، او حتى احيانا بتكون شديده الحراره فتره الليل مع غياب اشعه الشمس، الانخفاضات السريعه اللي بتحصل في قيم درجات الحراره نحس بالبروده. ويمكن ده اللي موجود معانا خلال هذه الايام. صحيح. قيم درجات حراره بتعتبر فتره النهار حول المعدلات الطبيعيه، او في بعض الايام كمان هتكون اقل من المعدلات، واللي هي هتتراوح ما بين 29 الى 30 عظمى على القاهره الكبرى خلال فتره النهار. لان احنا بنتاثر بوجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، منخفض الجو ده بيعمل على وجود سحب منخفضه متوسطه فبتقلل من درجه الحراره بالظبط فتره. طيب. النهار، وبتساعد ان هي ما تكونش مرتفعه بشكل كبير. طب والمطر؟ المطر طبعا، لان المنخفض الجو ده بيعمل على وجود السحب دي، فالسحب دي بتبقى ممطره، بس هتبقى المطر موجود في الاماكن الساحليه المطله على البحر المتوسط، يعني تحديدا اليوم كان في بعض الاماكن من سواحلنا الشماليه، وبكره كمان متوقع ان هي تكون في السواحل الشماليه الشرقيه، دمياط، بورسعيد، رفح، العريش، ومناطق كمان من محافظات شمال الوجه البحري، لكن هي امطار خفيفه بتكون على فترات بتلطف الجو اكتر من ناحيه ثانيه، ما بتاثرش تماما على اي اعمال انشطه يوميه. نصايحك يا دكتوره منار، نصايحك ايه؟ يعني مثلا مش هقول لك الناس تلبس ايه لان مش عارفين نلبس ايه الحقيقه يعني، بس اذا عندك اي نصايح تحبي تقوليها لجمهورنا، جمهور حديث القاهره، يعني من خبيره زي حضرتك اكيد هتفيد الجميع، اتفضلي. هو طبعا احنا فترات الليل لسه البروده مكمله معانا، فتره الليل المتاخر او فترات الصباح الباكر، خاصه كمان في الليالي اللي هيكون فيها نشاط الرياح، لان ده بيساعد بشكل كبير على احساسنا بانخفاض قيم درجات الحراره. ومهم جدا لو احنا بنرتدي الملابس الصيفيه فتره النهار فترات الليل، وخاصه فتره الليل المتاخر او فتره الصباح الباكر، يفضل ما تكونش الملابس الصيفيه بشكل كامل تجنبا لنزلات البرد. مهم كمان لان احنا عندنا في بعض الاماكن فيها نشاط للرياح المثير للرمال والاتربه، مرضى الحساسيه الصدريه والجيوب الانفيه في محافظات شمال وجنوب الصعيد ومناطق من جنوب سيناء، مهم جدا لازم نرتدي الكمامات مع وجود الاتربه والرمال المثاره. ومهم كمان ان احنا نتابع النشرات الجويه، لان فصل الربيع دايما احنا بنقول عليه هو فصل التقلبات الجويه الحاده والسريعه، فخد بالك قبل ما يحصل حاجه الحاله الجويه بالظبط، اللي هو بيحصل تغير في الحاله الجويه فلازم نتابع النشر الجوي بصوره يوميه. صحيح. انا بشكرك جدا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد. فاصل ونرجع نقابلكم وقصصنا في حديث القاهره. رئيس الوزراء: الخطر على الاقتصاد المصري خارجي بسبب الأحداث الجيوسياسية. الحكومة تدعم الإسكان الاجتماعي ب 11 مليار و 920 مليون جنيه بالموازنة الجديدة. استقالت المسؤولة عن رسم الشؤون الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الإسرائيلي. الأونروا: التهجير القسري والعمليات العسكرية برفح يزيد من تفاقم الوضع الكارثي. نيويورك تايمز: ترامب يواجه فاتورة ضريبية بقيمة 100 مليون دولار للضرائب. اهلا بكم من جديد وحديث القاهره، رجعنا لكم وحنروح لامريكا. هل سيستطيع طلاب الجامعات الامريكيه تحقيق ما عجز عن تحقيقه الساسه؟ اعتصامات لم تتوقف من اول ما بدات في الجامعات، من جامعه لجامعه لجامعه، كانها عدوى لدعم الانسانيه، واللي بيحصل في غزه غير مقبول، وعلى اسرائيل ان تتوقف. اكبر الجامعات الامريكيه شاركت في ده، وشفنا في مجموعة من الأساتذة بتنضم للطلاب، وشفنا كمان أساتذة تانيين ورؤساء جامعات بيقفوا قدام الطلاب وبيطلبوا لهم الأمن والبوليس عشان يفرقهم.
لدرجة ان احنا شفنا من اخر الحاجات الغريبة اللي احنا من الاخبار اللي بنتابعها، مثلا قرينا خبر ان بيقول ان جامعة جونز هوبكنز اعلنت فشل مفاوضاتها مع الطلبة. راحوا الطلبة طلعوا بيان قالوا مفيش حد تفاوض معانا اصلا، وما حصلتش اي مفاوضات بيننا وبين الجامعة. يعني اصبح الموضوع اتهامات متبادلة، ان انتم متهمين بمعاداة السامية، لكن لقينا مجموعة من اليهود المعتصمين مع الطلبة في الخيم في الجامعات الأمريكية. حتى الجامعات اللي بيتم تفريق الطلبة منها المتظاهرين بيسيبوا الجامعة دي ويروحوا يعتصموا في الجامعة التانية اللي مازال الطلاب عندهم الحق في الاعتصام فيها. تفاصيل كتير جدا، لكن هل دي قوة بجد ممكن تأثر في صنع القرار الأمريكي، وخصوصا في مرحلة سياسية زي اللي موجودة دلوقتي في أمريكا؟ سؤال مهم اللي هيجاوبنا عليه هو زميلنا العزيز في القاهرة والناس وصاحب البرنامج الأشهر الذي يتحدث عما يحدث في أمريكا، زميلنا مايكل مورغان معنا عبر زوم من هناك. يا مساء الخير يا أستاذ مايكل. مساء الخير يا أستاذة كريمة، إزاي حضرتك؟ وعلى فكرة النهاردة عيد الأم في الأمريكاني، فأقول كل المشاهدين الأمهات كل سنة هم طيبين، ووالدتي تحديدا الأستاذة كريمة أيضا يعني. الله، كل سنة وهي طيبة، وكل سنة وأنا كمان طيبة يعني كل سنة وكل أم في العالم طيبة. في دول كتير بتحتفل النهاردة بعيد الأم، زي تركيا مثلا النهاردة كمان احتفالاتها بعيد الأم. كل سنة وكل أم طيبة. من الجمال ده بقى لأنك تشرح لي كده بهدوء يا أستاذ مايكل، إيه اللي بيحصل في الجامعات الأمريكية، وهل دي قوة فعلا ممكن تأثر، ولا زي ما بيقول الناس أحيانا ده لعب عيال؟ لا طبعا هو مش لعب عيال، لأنه الطلبة في سن الشباب هم مستقبل الأم، يعني الأمة والعالم يعني. صحيح. فاللي بيحصل دوت حدث جلل وحدث كبير جدا جدا جدا، بس زي ما حضرتك تفضلتي كده لازم نفصصه عشان نبقى فاهمين ايه اللي بيحصل وايه الصح وايه الغلط. طبعا اهم مكاسب هذه التظاهرات في الجامعات اللي هي الحقيقه اخترقت الجامعات العريقه كلها، يعني كولومبيا، نيويورك يونيفرسيتي، هارفارد، UCLA، بنسلفانيا، فلوريدا، حاجات جامعات عريقة جدا في الولايات المتحدة الأمريكية، الطلبة بتتظاهر وتعتصم لما يحدث في غزة. وده طبعا ليه دلالة، يعني ما ينفعش يحصل كل هذه التظاهرات من غير ما يبقى فيه سبستنس أو حجة قوية يعني. فطبعا هم شايفين الدعم الغير مشروط من اللي كان لحد فترة قريبة من إدارة الرئيس الحالي جو بايدن لدولة الاحتلال في تصفية القضية الفلسطينية، ولكن هذه التظاهرات قدرت انها تكسب، انها ترجع المشكلة او القضية الى ساحة الرأي العام. بس طبعا في شوية حاجات لازم يعني نتكلم عليها بالتفاصيل. اولا التظاهرات دي من المستحيل انها تكون صدفة، يعني من المستحيل انها تكون غير منظمة، لأن هذا الحجم بهذا في هذا التوقيت قبل الانتخابات الأمريكية في تلك الجامعات تحديداً، الجامعات اللي هي العريقة اللي هي كبيرة جداً، زي ما بنتكلم في مصر مثلاً جامعة القاهرة، جامعة اسكندرية، من الجامعات الكبيرة جداً. مين ممكن يكون بينظمها يا أستاذ مايكل؟ يعني مثلاً الفلسطينيين الموجودين هناك، الجاليات العربية؟ أنا أعتقد أنه في حل من اتنين ما لهمش تالت، يا إما حد من الديمقراطيين اللي هم في الكواليس اللي هم بيحاولوا ينقذوا سمعة الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة وسمعة الحزب الديمقراطي وخاصة قبل الانتخابات القادمة، يا إما يكون البيت الأبيض شخصيا، يكون الرئيس الأمريكي جو بايدن شخصيا هو اللي بيدعمها، سواء عن طريق الدفع بها أو الصمت عن التحدث عنها. واخد بالك حضرتك بتتكلم عن المظاهرات يا أستاذ مايكل؟ أنا فاهمة صح؟ يعني الرئيس الأمريكي اللي بيطلع يقول إن دول ممكن يكونوا معادين للسامية، وإن ده ممكن يكون فيروس موجود عندنا هنا في أمريكا، هو نفسه ممكن يكون بيدعم هذه المظاهرات؟ ما يا أستاذة كريمة حضرتك عارفة إن السياسة لعبة قذرة جدا يعني، ففي حاجات تتقال على المنبر وفي حاجات تتعمل في الخفاء. وخاصة إنه دلوقتي يعني أنا بتكلم لأن التوقيت دلوقتي حساس جدا، لأن إحنا داخلين على انتخابات في شهر نوفمبر القادم، الحزب الديمقراطي يتمنى أن هو يكسبها بالرغم من علامات الاستفهام الكثيرة على هذه الانتخابات وعلى قدرة الحزب الديمقراطي للبقاء في السلطة.
بنتكلم على الدعم الغير مشروط اللي اديته إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل اللي وصلنا للحال دوت. يعني أنا بغض النظر عن مرجعيتي الحزبية وفكري السياسي، يعني أنا أعتقد أن دونالد ترامب بالرغم من أنه كان يدعم إسرائيل بشكل قوي جداً، ولكنه لن يسمح، ما كانش هيسمح بهذه المجازر. كانت هتتحل بشكل تفاوضي، يا إما بشكل زي ما عمل كده قال لك القدس، أنا نقلت السفارة للقدس والموضوع خلص. واخد بالك؟ طيب نرجع لبايدن، إذا كان هو بيدعم ده يبقى الهدف الرئيسي من هذا الدعم إيه؟ عايز هو يقال جورج سورس، يعني هو يقال جورج سورس وهو راجل تايكون كبير ديمقراطي وهو يدعم الحزب الديمقراطي، وسواء عن طريق بقى بايدن أو بعيد عن بايدن، الهدف أنا راجل يهمني النتيجة في الآخر. كل اللي يهمه دلوقتي إن هو ينظف الإيمج بتاعه مع الجاليات مع الأمريكيين عشان يقدر يكسب الانتخابات الفترة الجاية. غير كده كمان من الواضح انه شبه انضحك عليه. يعني ايه؟ انه المشكلة الاساسية في مشكلة القضية الفلسطينية هي دخول حماس في النص. هو لو الفلسطينيين بيتعاملوا مع الاسرائيليين وقدرت تقف اقطاب الدول في احد التوقيتات، كان ممكن القضية دي تتحل في وقت من 50 سنة. صحيح. ومن 30 سنة. طول ما موجودة طرف ثالث في النص، وأنا يعني ده رأيي الخاص، ويعني القناة غير مسؤولة عنه وحضرتك غير مسؤولة عنه، أنا بعتقد أن إسرائيل بتستخدم حماس كزراع لتنفيذ أجندتها، سواء بعلم حماس أو كزريعة. صحيح. بجهل حماس. صحيح. طيب إحنا نروح للجزئية الأخيرة بقى. يعني كان في كلام على إن الحرية في التعامل الصحفي اللي موجودة في أمريكا اللي بتتناول المجازر اللي بتعملها إسرائيل في غزة دي جزء، والحاجة الثانية الجندي المارينز اللي حرق نفسه قدام السفارة الإسرائيلية ما زال مؤثر حتى الآن المشهد بتاعه، وإنه قال إن إحنا بنقاتل كأمريكيين وكجنود أمريكيين بنقاتل الشعب الفلسطيني أو بنقتلهم دعما لإسرائيل. ده مش مؤثر في المظاهرات دي؟ ما كانش عنصر؟ مؤثر بس مش بالشكل، يعني يمكن اتناسى شوية. بصي، هو في مشكلة كبيرة إن إسرائيل دايما على مدار السنين اللي فاتت قدرت وما زالت إنها تثبت للشعب الأمريكي إن حماس بالرغم بغض النظر إن هي دعمت حماس، وديت معلومات عامة، يعني مش حاجة أنا بستنتجها، يعني دعمت حماس، لكن قدرت تثبت للمجتمع الأمريكي إن حماس دي جماعة إرهابية، وتم إدراجها على المنظمات الإرهابية في الولايات المتحدة الأمريكية. فأي حاجة بتحصل دلوقتي من حماس، الشعب الأمريكي بيتخيل إن دول إرهابيين، بغض النظر إن هم مش عارفين إن الفلسطينيين الحقيقة هم الفيكتيمز أو هم الضحايا الحقيقيين للي بيحصل. بس أنا عايز بس أوضح نقطة عشان الموضوع ده حساس جدا. هو في كلب مكيالين، يعني الواحد الحقيقة يعني بغض النظر، يعني أنا شايف مثلا رئيسة جامعة كولومبيا المصرية الأصل نعمت شفيق، تم وأنا أعرفها شخصيا على فكرة، عشان يعني أنا بدافع عنها من بشكل محايد، لأن هي نفذت اللي المفروض تعمله. ليه؟ لأنه ناس في مصر، وأنا متابع طبعاً الميديا المصرية، قالوا كتير إن المفروض ما كانتش طلبة الشرطة الأمريكية تدخل، لكن هو الوضع خرج عن السيطرة لأنه كان في ناس غير طلبة جوه الجامعة، وناس اقتحمت المبنى الإداري للجامعة، ودوت في منتهى الخطورة. فهو من الواضح إنه برضو في حد بيحاول يبوظ هذه التظاهرات اللي هي قدرت تجيب attention أو انتباه للناس كلها في العالم، إن القضية الفلسطينية ديت مش هتتحل بالطريقة اللي إسرائيل بتتعامل بيها، لازم يبقى فيه حل الدولتين. لازم الناس دي لازم تاخد حقوقها. تعتقد انه هيكون مؤثر؟ اتفضل لو في حاجة تانية اضافة اتفضل. الحاجة الاخيرة بس الكلب مكيالين، وهي حاجة يعني ساخرة، يعني انا بشوف طبعا انا يعني منفتح على المجتمع هنا، فبشوف وبسمع حاجات كتير في الميديا، فبلاقي الجماعة اللي هم ليهم أجندات صهيونية، يعني ومش هقول اليهود لأن اليهود يعني دي ديانة، لكن الصهيونيين يقولك إحنا تخيلوا المظاهرات منعتنا إن إحنا نخش الكلاس اللي هو دافعين. طب وبالنسبة لحضراتكم اللي خدتوا أرض ناس وهجرتهم من بلادهم، مش من الفصل، يعني نعمل فيهم إيه؟ يعني الحقيقة سخرية القدر، يعني المنظر مهيب، ولكن من الواضح إنه في اهتمام كبير جدا وفي تصحيح للمفاهيم. يعني هيقدروا يغيروا حاجه يا استاذ مايكل؟
لا اتفضلي. الشباب دول في الجامعه بمظاهراتهم دول هيقدروا يغيروا حاجه؟ اعتقد هيحصل. وهو تم الضغط على الاداره الامريكيه ووقفت الدعم الاسرائيلي المطلق. يعني احنا مفيش اول مره اسلحه في اسلحه ما توصلش لاسرائيل بعد ما تم الموافقه عليها، دي الاول مره نشوفها فعلا. ما عمرها ما حصلت، وكنا عمرنا ما كنا بنتوقع، وخاصه بعد الكارد بلانش او الجرين لايت اللي كان مديه الرئيس الامريكي الحالي لاسرائيل. اعتقد انه وعشان كده على فكره عمليه رفح ديت عمد فيما يحدث من قبل اتجاه الولايات المتحده الامريكيه اتجاه اسرائيل. يعني على العموم الكفه يعني هتتجه خلال الايام اللي جايه دي، هنفهم اكتر واكتر لاي مدى ممكن يكون تاثير هذه المظاهرات، لكن الصحوه اللي موجوده في جامعات امريكا لفتت نظر العالم واحنا سعداء بيها. الانسانيه بتتحدث للمره الاولى بالصوت العالي ده. احنا مشكورك جدا زميلنا العزيز مايكل مورغان على كل المعلومات اللي اديتها لنا، شكرا جزيلا. طيب الزعيم عادل امام، كل سنة هو طيب، مش رمز من رموز مصر بس. أنا هحكي لكم حكاية صغيرة بسيطة. كانت فترة إقامتي خارج مصر بقدم برنامج على قناة دولية، وكانت شريكتي مطربة شهيرة جدا، يعني هي ما كانتش مصرية لكن كانت بتعرف اللغة العربية. كنت كل يوم الصبح أقول لها صباح الخير تقولي أنا غلبان. فإلى هذه الدرجة كان عادل إمام رمز من رموز الضحكة المصرية الحلوة حتى عند الناس اللي ما بتعرفش عربي قوي. فنان عادل إمام، هذا الفنان الغير عادي في حبه الناس بتتكلم، لكن تاريخه الفني اللي بعد نضال كبير جدا من المنصورة وشوارعها إلى القاهرة والسيدة زينب لأدوار صغيرة لحد ما سنة 71 فتحت له باب الخير، زي ما انتوا عارفين كلكم فتحت له باب الخير بمدرسة المشاغبين، وبعدها انطلقت. صنع عادل إمام على خشبة المسرح ما لم يصنعه غيره. مش بتكلم عن الإبداع بس، أنا بتكلم على عدد السنوات اللي كانت بتستمر فيها مسرحية للفنان الكبير عادل إمام. مش مسرحياته الأخيرة اللي كانت بتقعد 11 سنة و9 سنين، ومسرحياته الأولى كمان 4 سنين 5 سنين، مفيش مسرحية كانت يعني مدتها أقل من كده. هذه تقدر بلغة المسرح بأن أبواب المسرح فتحت على مصراعيها حبا لهذا الفنان والزعيم. كل سنة هو بصحة وخير. مواقفه كتير، حب الفنانين ليه كبير زي حب الناس وأكتر، لأن الاتصال المباشر بيخليهم يعيشوا تجارب. فنانتنا الجميلة إلهام شاهين معانا النهاردة أول صوت هيقول كل سنة وانت طيب يا زعيم يا طيب. مساء الخير. مساء النور، أهلا بيك يا حبيبتي، وكل سنة طبعا وزعيم الفن طيب وبخير وربنا يخليه لينا. وأنا بشكل خاص بحبه جدا 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 كفنان وكإنسان، لأن مواقفه دايما معانا بجد مواقف عظيمة. يعني إنسانيا هو بيعرف يحس بالناس كلها، وأول واحد لو في حد مثلا فينا تعبان أو حتى في عائلتنا مش إحنا، يبقى أول واحد بيهتم وبيسأل وبيحاول يدي نصيحة. عنده الإنسانية عالية جدا جدا. لما يلاقي فنان عمل دور حلو يكلمه ويقول له الله إيه المشهد الحلو ده، إيه الدور الجميل ده. بيحب زمايله من كل قلبه، بيساعد الكل. أنا عن نفسي هو له فضل كبير عليا، هو أول يعني من قدمني ان انا اكون نجمه للسينما. يعني دايما الله. اقول اصنف ما قبل الهلفوت وما بعد الهلفوت. ما قبل الهلفوت انا نجمه تلفزيونيه واشتغلت في افلام مهمه وبحبها قوي، لكن ما كنتش انا البطله اللي قدام البطل، لكن اشتغلت افلام حلوه قوي، امهات في المنفى والعار ولا تسالني من انا والبريء، كل دول وانا تلميذه في المعهد. وانا بتخرج عملت فيلم الهلفوت اللي هو كان اول بطوله كبيره قدام نجم النجوم عادل امام. والحقيقه جميل. ان هو اللي رشحني وهو اللي وقف جنبي جدا، وهو اللي كان بيغششني احيانا حاجات في الاداء، وافاجئ وانا بتفرج بقى مع الناس انا بقولها عادي زي ما قالها لي، لكن بافاجئ انها بتضحك الناس جدا. هو عنده ملكه الكوميديا طبعا عظيمه، مفيش حد زيه صحيح، مخلوطه بالدم. اضاف لي كتير يعني شغلي قدامه،
أضاف لي كتير جدا وبكل حب، مفيش أي أنانية، بالعكس هو عايز اللي قدامه يكون في أحسن حالاته، وكان دايما يقول لي في الفيلم ده أنا براهن عليكي أنت هتبقي بعد الفيلم ده نجمة مهمة من نجمات السينما. فهو حقيقي له الفضل عليا، وهو اللي قدمني أو هو اللي رشحني للأستاذ سمير سيف المخرج الكبير والأستاذ وحيد حامد الكاتب، يعني هو اللي قال لهم أنا عايز إلهام شاهين تبقى بطلة معايا في الفيلم ده. فلن أنسى لي الموقف ده أبدا، لدرجة هو اللي كلمني على الفيلم وهو اللي بعت لي السيناريو قبل ما يبقى فيه شركة إنتاج تبعت لي. فعادل إمام يعني له الفضل الكبير ودايما أعترف بفضله وبحبه جدا جدا فنيا وإنسانيا. يعني في حب عادل إمام أول موقف اتحكى معانا النهاردة ليه، وإحنا بنقوله كل سنة وانت طيب. لكن أنا عايز أسألك سؤال إنساني بصراحة، إحنا بنشوف الفترة اللي فاتت إشاعات كتير قوي تجرح القلب بتتقال دايما على صحة الزعيم وعليه وعلى حياته، انت بتحسي بايه لما بتشوفي حاجه شبه دي؟ بتتخضي زي الناس وتجري علشان تطمني عليه؟ بتزعلي علشانه ان هو بيعيش الموقف ده؟ لا انا ما بصدقش، لان انا ما بصدقش ولا مره. لا صدقتي اي شيء؟ انا على نفسي ولا مره صدقت. ليه؟ لانه بيتكتب على فنانين كتير وانا واحده منهم. يعني انا هنزله جنازه الهام شاهين، فدخلت اتفرج على جنازتي وكانت جنازه مهيبه الحقيقه، لكن المفاجاه اني كبرت الصوره كده شويه فلقيتني ماشيه فيها. يعني حتى الاخبار يعني في اليوم ده ما عرفوش يعملوا الفبركه قوي. ايه ده ازاي كتب عليكي كده؟ ما عارفين اكيد، والا كانوا حضروا الجنازه يعني لو انا اهمهم. فبصي دي كلها ناس تافهه يعني مغرضه بتتسلى، وناس مش متحققه، ناس حاقده. فانا عمري ما التفت للكلام ده لا عليا ولا على حد من الزمايل ولا الاساتذه، لان كل ده كلام فارغ فلا يعنينا تماما. هل في تكريم معين لعادل امام انت شايفاه هو ده التكريم اللي يستاهله عادل امام؟ لو انا حدي تكريم للفنان الكبير عادل امام وعندي هذه السلطه وعندي هذه القوه، المكان ده الحاجه دي يستحق اكبر وسام، يعني اكبر وسام في مصر اعتقد هو وسام النيل. يعني يتاخدوا الشخصيات المهمه جدا. عادل إمام يستحق أكبر وسام ممكن يحصل عليه فنان، لأن عادل عمل تاريخ كبير جدا. زي ما قدم كوميديا قدم أعمال فيها تراجيديا. أكتر فنان عمل جماهيرية مش في مصر بس في الوطن العربي كله، لدرجة عادل إمام كان بيرفع السياحة في مصر لما كان بيبقى عنده مسرحية. صحيح. شركات سياحة بتعمل طيارات شارتر بس هي رايحين مصر يحضروا مسرحية عادل إمام ويرجعوا. يعني زي ما بيتعمل طيارات شارتر عشان يعني لرحلات سياحية للأماكن المهمة والأماكن الأثرية، كان بتعمل طيارات شارتر لمسرحيات عادل إمام، فدي كانت بتعلي السياحة. يعني هو صحيح صحيح. انا ما عملت لحد كده غيره ولا حد قعد كل السنوات دي على المسرح غير عادل امام، يعني في نفس المسرحيه لسنوات طويله جدا. طبعا طبعا. يعني طيب تحبي تقولي له ايه اخر حاجه معانا النهارده؟ اقول له اهم حاجه ربنا يديله الصحه يا رب، ويديله السعاده ويفرح بحياته مع اولاده واحفاده، ويسعد بالنجاح الكبير اللي حققه وبحب الناس ليه وبحب زمايله وتلامذته ليه جدا 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 جدا. ربنا يخليه لينا. يعني كل سنه وهو طيب في حب عادل امام. كانت معانا اول صوت النهارده الفنانه الجميله الهام شاهين، وشفته بقى يعني ما بيتنسيش. اول حد مد الايد واول تليفون قال لي لازم تبقي بطله، واول حد دعمني وقال لي انا مراهن عليك زي ما قالت الفنانه الهام شاهين. الفنانه عايده رياض معانا على التليفون في حب عادل امام. مساء الخير. وممكن نوطي صوت التلفزيون شوية؟ مساء النور. مساء النور. مساء الورد ياسمين. طبعا طبعا. ايوه طبعا. يعني انا سعيدة جدا جدا ان انا يعني اديتيني الفرصة ان انا اقول طبعا لمايسترو، مايسترو الفن في مصر، القلب الكبير، الفنان الأصيل بجد، الفنان اللي بدأ من الصفر
مش عارفه اقول لي يعني اي كلام ممكن اقوله ده قليل جدا جدا على الفنان الكبير. مش انا اللي هتكلم، اولا رمز الوطن العربي والعالم. يعني كان بيقول لك ايه اي حد بيسافر بره يقول لك سلم لنا على الاستاذ عادل امام. يعني عادل امام بجد صحيح، انا يعني عشتها 13 سنه بره البلد، كل اللي يشوفني يقول لي سلمي لي على عادل امام. ايوه بجد والله صدقني انا بتكلم بجد يعني. وطبعا استاذ عادل امام ده يعني اكبر، يعني مهما تقولي لي ايه ممكن واحد يعمل استاذ عادل امام، يكفي حب العالم الوطن العربي كله الدنيا كلها. ده اكبر حاجه. طب وانت الدنيا المواقف، ايه الموقف اللي تحكيه لنا النهارده في حب عادل امام؟ موقف تحبي تشاركيه للناس، شوفوا هذا الانسان، هذا الشخص، هذا الفنان في حب عادل امام، شفته سمعته عشته؟ استاذ عادل امام بقى طبعا انا كنت، طبعا انا نفسي اول ما ابتديت بقى يعني امثل وكده، طبعا اي حلم لاي فنان يشتغل مع استاذ عادل امام. انا مره كنت في الاستوديو الاهرام كنت بصور فيلم يعني، وبعدين كان هو في البلاتو اللي قدامي. انا كنت طبعا شفت استاذ عادل امام مثلا، فكنا بنتعشى مثلا عند ناس وشفته هو استاذ محمود عبد العزيز وكده، وكنا كنت بسلم عليه يعني يعرفني، بسلم عليه بس كده ازاي يعني يعرفني كده بس في يعني واحنا سهرانين عند الناس في المناسبه دي يعني. فبعدين انا عايزه اروح اسلم عليه، والله كنت بتكسف جدا. فطبعا مره كده لقيته طالع في بلاتو قدامنا وانا بصور ناحيه، قلت فرصه. انا كنت بتكسف جدا، فلقيته هو طالع ببرنس كده بينك جميل بره البلاتو، فقلت بقى يا سلام دي فرصه جميله جدا. وقمت لفه بسرعه كده ورحت سلمت عليه، قلت له استاذ عادل امام ازي حضرتك؟ قال لي اهلا يا عايده. طبعا فوجئت ان هو يعني عارف اسمي، صدقيني بكلم بجد. قال لي على فكره كنت هايله في احلام هند وكاميليا. قلت له بجد يا استاذ عادل امام انت 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 شفت فيلم احلام هند وكاميليا؟ قال لي اه. قلت له طيب انا بقى عايزه الباسبور يا استاذ عادل امام بقى. قال لي باسبور ايه؟ اتفاجئ بالجمله. قلت له ان اشتغل معاك. قال لي والله يعني يا عايده اول ما الاقي الدور المناسب انا هبعت لك. بجد والله. فاستاذ عادل امام بجد يعني انا مش اي حاجه ممكن اقولها قليله لي، وانا والله بصور معاه صدقيني يعني بيبقى في فيري بيك كلوز كده وهو قدامي. دايما يعني في فنانين ايه انت كلامك تقوليه وهو مثلا ما يبقاش واقف قدامك يعني. فطبعا انا بقول له اتفضل يا استاذ انا هقول. قال لي لا انا هقف قدامك والله. فوقف قدامي عشان قال لي عشان اديك الاحساس صح. يعني قد ايه بيخاف على اي نمله في الفيلم، اي دور ماشي كده. كان متواضع جدا وكان انسان جميل بجد، ده حقيقي. انا باين في صوتك، باين في صوتك حجم المحبه اللي بتتكلمي فيه، وهو دي رساله، هي دي الرساله اللي لازم توصل للنجم الكبير عادل امام. فحب طبعا عادل امام الناس بتتكلم بمحبه لانها شافت منه الحب وشافت منه الدعم. ورسالتك الاخيره ليه النهارده في عيد ميلاده تقولي له ايه؟ ربنا يديك الصحه والستر دايما، وحب الناس وحب العالم ليك اجمل حاجه في الدنيا، واعمالك تاريخ، تاريخ منور مصر والوطن العربي. وربنا يخليك لينا يعني ساب بصمه جميله ترفع رايه مصر لفوق بجد. ده المايسترو بتاعنا بجد. صحيح. انا بشكرك طيب جدا فنانتنا الجميله عايده رياض في حب الزعيم عادل امام. لو فتحنا الكلام مش هنخلص، لان كل حد مر في حياته عادل امام سواء بشكل مباشر فيس تو فيس اشتغلوا مع بعض اتعامل معاه فقلبه ليه بصمه، واللي حد شاف عمل ليه فقلبه ليه بصمه. كل سنه وانت كبير، كل سنه ومقامك عالي، كل سنه وانت من اجمل رموز القوه الناعمه المصريه اللي اسعدتنا سنين طويله قوي، واسعدتنا بحب الناس حتى غير المصريين للعاميه المصريه والافيهات المصريه. في حب عادل امام على مدار الاسبوع كل القنوات هتشتغل. احنا بقى هنحط التقرير الصغير كده نشوف المشوار والحكايه، ونرجع نقابلكم هنا وحديث القاهره. في حب الزعيم مع عادل إمام
أيقونة الفن في مصر والوطن العربي، صاحب الشخصية السينمائية الاستثنائية، راسم البسمة على وجوه الملايين، الزعيم عادل إمام. يحتفل الأسطورة عادل إمام بعيد ميلاده 84 هذه الأيام، وتحديداً في 17 مايو من كل عام. ولد الزعيم بمحافظة الدقهلية في 17 من مايو عام 1940، ثم انتقل مع والده إلى حي السيدة زينب الذي كان يعمل موظفاً بأحد المصانع الحكومية. حصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة القاهرة، وبسبب حبه وعشقه للفن انضم لفريق المسرح في الكلية، وبدأ مسيرته الفنية في عروض الفرق الجامعية. رسم البهجة على وجوه محبيه من جميع أنحاء الوطن العربي، وتألق الزعيم في تقديم جميع أنواع الفن الكوميدي، التراجيدي، الرومانسي والاجتماعي، وناقش في أعماله قضايا مجتمعية وسياسية. أعاد الزعيم للتلفزيون بريقه وللمسرح رونقه، وظل لأعوام طويلة حامل لواء السينما، وقدم مسيرة فنية كبيرة وحافلة شملت أكثر من 100 فيلم سينمائي و11 مسرحية و17 مسلسل تلفزيوني. موهبته المتفردة جعلته يتربع على عرش السينما أكثر من نصف قرن، واستطاع خلال مشواره الفني الطويل أن يستحوذ على حب الجمهور والنقاد، فأصبح علامة فارقة في تاريخ الفن المصري وظاهرة لن تتكرر. ومن أبرز أعمال الزعيم مدرسة المشاغبين، الواد سيد الشغال، أحلام الفتى الطائر، رمضان فوق البركان، المشبوه، سلام يا صاحبي، اللعب مع الكبار، والإرهابي، والإرهاب والكباب، النمر والأنثى، حنفي الأبهة، بوبوس، وطيور الظلام، عمارة يعقوبيان، المحفظة معايا، الأفوكاتو، حتى لا يطير الدخان، فرقة ناجي عطلة، عوالم خفية، فالنتينو الذي يعد آخر أعماله الفنية. ورغم ابتعاده عن السينما، يظل الفنان الكبير والمحبوب عادل إمام واحد من أهم النجوم في تاريخ السينما العربية، وتظل رحلته الفنية الطويلة خالدة في أذهان جمهوره ومحبيه حتى الآن. أهلاً وسهلاً بحضراتكم من جديد. حديث القاهرة استمر لأيام عن جلالة الملك أحمد فؤاد. متابعة للصور، استقبالات فيها حفاوة كبيرة جداً، تشريفات، أماكن مرتبطة بتاريخ مصر وبتاريخ العائلة، عائلة محمد علي، وخصوصاً السنوات الأخيرة. ما هذا الاهتمام الإعلامي الكبير؟ وما هذا الاهتمام الشعبي الكبير؟ لماذا أصبحت هذه الزيارة حديث القاهرة؟ اللي هيكلمنا في التفاصيل ضيفنا العزيز الدكتور ماجد فرج، المؤرخ لتاريخ مصر الحديث. أهلا بحضرتك يا دكتور ماجد. أهلا بيك دايما. ليه الزيارة دي للدرجة دي شغلت الناس؟ بس هو جلالة الملك بيجي كل سنة تقريبا في الوقت ده، بقى له كذا سنة بيجي، ويقابل دايما بترحاب شديد جدا من القيادة ومن الشعب بصفة عامة، كل من بيقابله. بس السنة دي المرة دي مش عارف ليه كده، يعني كانت حر قوي، وهو كان مبسوط قوي لأنه زار أماكن مرتبطة، يعني هو مرتبط بيها وجدانيا أكتر من أي زيارة تانية. كل مرة هو ده السبب يا دكتور ماجد، إن إحنا مثلا نشوفه على مركب المحروسة، أخت المحروسة، إن إحنا نشوفه في المنتزه في راس التين، دي أماكن يعني أكيد في تاريخه الشخصي لها معنى. ده حقيقي. هو إحنا السنة دي رحنا اسكندرية، زار الأول المنتزه وقصر راس التين، وبعدين في قصر راس التين موجود في قيادة القوات البحرية، قوبل هناك من قيادة القائد القوات البحرية ومن ضباط القوات البحرية، كان يعني مقابلة حقيقي رائعة. ما ننساش ان هو لما مشي من مصر سنة 52 اخر حاجة يعني حصلت له كان 21 طلقة مدفع وداعا له كملك مصر، لأنه كان ساعتها تم التنازل عن العرش من الملك فاروق لابنه الأمير فؤاد، وبقى يعني وهو ماشي ال 21 طلقة دي كانت يعني وداعا له مش الملك فاروق.
لأن هو كان اللي أخذ اللقب بتاع الملك آخر ملك في وقتها بالضبط بعد التنازل ليه عن العرش بالضبط. فلما طلع على مركب على أو اليخت المحروسة قوبل بترحاب شديد جدا، وكان يعني متأثر قوي قوي بالزيارة دي، لأنه أول المرة الوحيدة اللي ركبها كان من 72 سنة، فكان يعني كان تأثيرها المعنوي عالي قوي عنده. هو اللي طلب؟ هو طلب، هو طلب إن هو يزور القصور الملكية وفي اسكندرية، وطبعا اليخت محروسة مش المحروسة بالمناسبة يعني. محروسة. طب السؤال بقى، حضرتك قلت هو كان متأثر جدا، متأثر سعادة ولا متأثر إيه؟ بس هو الملك فؤاد متصالح جدا مع نفسه، ومع يعني ما عندوش أي نوع من أنواع المرارة في أي حاجة خالص، وتأثره تأثير إيجابي جدا وسعيد، بده شايف أن ده استرد شيء من الكرامة لأسرته اللي أهينت على فترة على سنين طويلة جدا، وهو كده سعيد. وده كان كل اللي هو عايزه في الدنيا من الدنيا، إن هو يشوف أسرته بتسترد مكانتها وما تهانش أكتر من كده. وده الحمد لله حصل، وهو يعني الحفاوة اللي تقابل بيها دي معناها إن مصر النهاردة أصبحت متصالحة مع تاريخها، متصالحة مع تاريخ أسرة محمد علي، وهو يعني حقيقي يعني ممنون جدا لسيادة الرئيس إن هو أتاح له كل الزيارات ديت، وأوصى بأن هو يعني يزور كل الأماكن اللي هو طلبها، وأوصى بأنه يقابل بما يليق به، وده حقيقة حاجة احنا كلنا سعداء جدا بها. يعني قبل ما هروح لباقي أفراد عيلته، لأن أنا عارفة أن باقي أفراد عيلته في منهم جزء استقر في مصر، هو ابنه وزوجته، صحيح؟ مظبوط. ليه؟ الأمير محمد علي بقاله كتير جدا بيفكر في أنه هو يجي يستقر في مصر لكذا سبب. السبب الأولاني أنه هو لم يتاح له تعلم اللغة العربية، لأنه هو عايش في باريس طول عمره، مولود في مصر صحيح، لكن سافر على طول على باريس وعايش طول عمره في باريس. المشكلة أنه هو ما زي الملك فاروق برضو، الملك فؤاد آسف، ما عاش في بلد بتتكلم لغة عربية، وبالتالي العربي بتاعه ضعيف جدا. الملك الأمير محمد علي العربي بتاعه ضعيف أكتر شوية، فقرر أن هو وأولاده ومراته يجوا يعيشوا في مصر عشان يتعلموا العربي ويتربوا كمصريين ويتعلموا دين ويعيشوا كمصريين، مش كأجانب جايين مصر يزوروها ويمشوا تاني. ودي حاجة كانت يعني في البال من مدة طويلة، والحقيقة اللي شجعته على كده أكتر مراته الأميرة نوال اللي هي حفيدة ملك أفغانستان، هي أكتر واحدة كانت بتنادي مرات الأمير محمد علي الصغير، هي الأميرة نوال حفيدة ملك مظبوط ظاهر شاه. فكانت هي كانت أكتر واحدة مؤيدة فكرة أنهم ينتقلوا للعيشة في القاهرة ويعني يعيشوا كمصريين. طيب يعني هل كان جزء برضو من قناعتهم أنهم يجوا يعيشوا هنا في مصر استقبال الناس في الأماكن الشعبية؟ يعني أنا شفت صور مختلفة قوي، إن الاختلاط بالناس في الشارع، القعدة على قهوة في بلدي. أكيد دي كلها كانت توصياتك أنت يا دكتور. يعني أنا حاولت إن أنا برضو إن أنا أديله يعني أنا ليا شرف طبعا إن أنا أكون صديقه من أوائل التسعينات، ويعني قائم على أي حاجة بيطلبها مني، وبما ان انا يعني المتخصص في العصر في تاريخ اسره محمد علي، فكان يعني في ده قربنا لبعض قوي. وكنت بحاول دايما ان انا لما يعني كل مره بيجي بحاول ان انا اديله حاجه بره المقرر. يعني مقرر ان احنا نزور قصور ومتاحف ومش عارف ايه، بس في نفس الوقت نروح نقعد على كافيه تروتوار على الرصيف، في سواء في اسكندريه او في القاهره او في اي حته. يعني مثلا حضرنا افتتاح او اعاده افتتاح قهوه فاروق، اللي هي كانت اصلا اتسمت قهوه فاروق على اسم والده،
وفي اسكندريه. صحيح، وكانت لما كان معدي بالموكب وقفته الست بتاعت الست اليونانيه فعادوا الديكورات بتاعتها ويعني تجديدها. بالصدفة كانت في الوقت اللي احنا كنا فيه في اسكندرية، فكلموني في تليفون قالوا لي يعني يا ريت يجي، قلت لا هايل ده صح، نروح بقى بحري بقى في الشوارع الخلفية. وصدقيني كان أسعد وقت له وهو قاعد على قهوة فاروق زي بنفس مقدار السعادة اللي حسها في القصور دي. كلها حاجات حلوة قوي أنا حبيت أقف قدامها، لأن فكرة إن مصريين عاشوا برا مصر بعيدا عن الألقاب عندهم حنين لبلدهم انهم يرجعوا يتعلموا اللغة ويعيشوا كمصريين ويعلموا أولادهم كمصريين دين ولغة، دي خطوة حلوة جدا والمحبة كانت فيها واضحة. دكتور ماجد انا يعني الحقيقة سعيدة وخصوصا بآخر لقاء، لان انا كان عندي سعادة ان انت تجمع كل الناس في مكان واحد في يوم عيد ميلادك. كل سنة وانت طيب. التورتة الملكية اللي كانت موجودة فبالتالي يعني سر محبة الناس دي كلها كانت ايه يعني في هذا اليوم؟ سر محبة الناس ان انا بحب الناس. فهم بيحبوني من باك. خليك كده على طول بقى يا دكتور ماجد. اللي ما يعرفش دكتور ماجد هو تقريبا صانع الكتاب الاوحد اللي فيه كل التفاصيل المخفية عن اسرة محمد علي. الكتاب مهدى لمكتبات كتيرة جدا حول العالم، كتاب من نوع خاص بذل فيه مجهود كبير. ويمكن ده تصحيح دي مجموعة كتب من 40 كتاب. بس يعني الاسم كله انه هو يعني بالزبط. سلسله كلها. ايوه بالظبط. فيعني لمن يريد ان يطلع على هذه الفتره الزمنيه يعني اكيد مش هتلاقوا دراسات افضل من كده. انا بشكرك جدا لانك النهارده معنا في حديث القاهره. اشكرك وليك كل المحبه يا دكتور ماجد، دايما اتشرف بيكي. شكرا. فاصل قصير ونرجع نقابلكم وباقي فقرات حديث القاهره. أهلا بحضراتكم من جديد، لسه معاكم في حديث القاهرة، والفقرة دي هنبتديها بأهم الأخبار اللي لفتت انتباهكم على المواقع الإخبارية المختلفة واستحقت لقب الأكثر قراءة للنهاردة. هنبتديها بالخبر ده من تليجراف مصر. الخبر ببساطة عنوانه يفرح: تبكير مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو. طبعا الخبر ده متعلق بتقفيل السنة المالية، فبالتالي صرف مرتبات كل الجهات الحكومية هتكون من يوم 9 ليوم 13 لشهر يونيو، وده طبعا منه علشان خاطر الميزانيات، تقفيل الميزانيات والموازنة، ومنه كمان علشان الناس تقدر تحتفل بالعيد. فنصيحتنا ليكم خدوا بالكم من مصاريفكم قبل العيد عشان هنكمل بالفلوس دي لحد آخر الشهر. وبالمناسبة كمان امبارح اتكلمنا على ان الموازنة الجديدة تم اعتمادها وفيها 105 مليون جنيه زيادة علشان المرتبات في هذا البند تحديدا، الزيادات والمرتبات. الخبر الثاني من مصر تايمز. الخبر عنوانه تحريك دعوى جنائية ضد 7 من كبار سماسرة دواجن التسمين البيضاء. الفراخ البيضاء في شكاوى كبيرة جدا اتقدمت وفي رصد حصل، لأن مجموعة وتحديدا 7 من السماسرة الكبار جدا كانوا هم اللي متحكمين في سوق أسعار الدواجن في مصر، مش بناء على سياسة العرض والطلب اللي بيتطلبها السوق الحر المعتمد في مصر وفق القوانين المصرية. هم بالطريقة دي كانوا بيحددوا سعر الدواجن بناء على رغبتهم الشخصية وباتفاقهم، وعشان كده تم تحريك هذه الدعوة، وأتصور إن هيتكشف لنا مفاجآت خلال الفترة اللي جاية. القاهرة 24. قالت الحكومة بتصرح إن مصر الأكثر استخداماً لوسائل التواصل الاجتماعي عربياً خلال 2024. الخبر ده تفاصيله فيها إن وسائل التواصل الاجتماعي بيستخدمها نص سكان الكرة الأرضية. تخيلوا يعني قد إيه أصبحت قوة فاعلة في التواصل وأيضاً في إنفاذ المعلومات وأشياء أخرى. مصر بقى أخذت اللقب الأولى عربياً في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ورقم 19 على العالم. خبر حزين بس إحنا حبينا نشارك في دفتر العزة. هو ممكن يكون شاب صغير عمره ما كملش 21 سنة، لكن هو أشهر مربي للنعام في مصر.
الشاب ده توفى في حادث مأساوي جدا على طريق شبرا بنها الحر، وتحديدا الحادث ده يعني كان دخوله في السور الخاص بالدائري في هذا الطريق. والشاب ده اتشهر عند ناس كتيرة جدا بأنه ما استناش أنه لا وظيفة ولا مستني فلوس كتير عشان يقدر يعمل مشروع الخاص، عمل مشروع بأقل مبالغ ممكنة عشان يربي نعام، وعلم ناس كتير جدا وشباب كتير جدا واداهم أمل أن هم يقدروا يتغنوا. لكن للأسف بعد ما اشترى العربية وعاش العيشة اللي كان نفسه يبقى فيها ويبتدي مشواره اللي بجد، الحياة ما أمهلتوش. البقاء لله. طبعا احنا شايفين دفتر عزاء كبير جدا على وسائل التواصل الاجتماعي، الله يرحمه. جينا للخبر السعيد، محبته في قلب كل المصريين صعب توصفها، الفنان الكبير صابر الرباعي. هو قريب للقلب، صوته القوي المليان بمشاعر حنونة ممتزجة وقريبة بروح المصريين بتنجح أي أغنية. لكن لما تكون الأغنية هي أغنية الباشا، نزلت في يوم واحد بس على يوتيوب، تخطت 1,400,000 مشاهدة، وما زال العد مستمر، ده آخر رقم أنا شفته. نجاح كبير جدا للأغنية الجديدة للفنان الكبير صابر الرباعي، أغنية بطعم الصيف دمها خفيف واسمها الباشا. خلينا نبارك له على هذا النجاح الكبير، فناننا الجميل صابر الرباعي، مبروك من حديث القاهرة. مساء الخير، وألف شكر ليكي ولكل المشاهدين وكل العاملين معاكي في البرنامج. شكرا على التهاني الجميلة، وأنا سعيد بيك وبالردود الأفعال برضو اللي الأغنية حصدته الحمد لله لغاية اليوم. أنا النهاردة أكتر من حد قال لي سمعتي أغنية الفنان الكبير صابر الرباعي، أغنية كلها فرح وبهجة وتحسي إنها جاية من شوارع مصر. حكاية الأغنية دي إيه؟ والله الأغنية طبعا لما اقترحها علي الفنان الصديق العزيز محمود الخيامي ملحنها، وسمعت أول كلمة منها وعرفت أن أغنية أولا نابعة من عمق الشارع المصري، ولا خلي فيها كذلك يعني فيها مصطلحات أخرى اللي هي يعني تباعا نسمعها. فلما سمعت الأغنية وطبعا يعني كنت متفاجئ، فسألته يعني هل أنه الناس أو الشارع المصري مش يصدقها مني، يعني يصدق أنه أنا صابر الرباعي أتحدى العالم، صابر الرباعي أجمل نساء الدنيا، صابر الرباعي سيدي منصور، صابر الرباعي عز الحبايب، ممكن يقبل مني نوعية الأغاني هذه أو نوعية الكلمات هذه نوعا ما؟ قال لي لا، انا متاكد، لانه يعني محبتك ومحبه الشعب المصري ليك وانت محبتك ليه، يعني اكيد مش يقبلوا منك كل الانماط الموسيقيه. فعلى ذلك لان عجبتني وقلت لما لا نجرب يعني الاغنيه هذه ونغنيها ونشوف نحس طعمها بصوتي. فاتفقنا على كل شيء، وطبعا حبنا نعطي حق لشاعرها طبعا محمد ابو نعمه، شاعر شاب وممتاز جدا، وكان يعني متفاعل مع الاغنيه، وبعض التغييرات عملناها كذلك، وكذلك التوزيع للموسيقي طبعا طارق عبد الجابر. طبعا تحيه ليهم الكل، وهم كذلك صناع النجاح اي اغنيه. يعني هي واضح ان الاغنيه اتعملت بمحبه، روحها حلوه وكانت قريبه للقلب، عشان كده صداها كبير 24 ساعه بالارقام الحلوه دي، نجاح كبير جدا فنانة الجميل صابر الرباعي. لكن كلمات الأغنية زي ما قلنا كده قريبة للشارع المصري، أكتر كلمة وقفت قدامها وانت بتغني كانت إيه؟ الإتيكيت. أيوه. وسنجة عشرة. طب وأكتر جملة وانت بتغنيها ضحكت كم مرة، أو يعني أخدت شوية كده تاخد عليها كانت إيه؟ يعني هو دخول الأغنية، على فكرة لما الأغنية دخول الأغنية هو العامل الرئيسي لمحبتك للأغنية. صح. لما تكون دخول الأغنية يعني يشدك أكيد يعني بقية الأغنية يشد كذلك. فمش عارف الأغاني اللي هي المصطلحات الغريبة شوية علي أنا، فحبيتها طبعا، وحبيت نلمس الطعم نتاعها بصوتي وباللكنتي طبعا، اللي انا ممكن بحكم يعني وجودي دائما بين تونس ومصر، ودائما مصر تبقى دائما محطه مهمه في حياتي، فعندي سنين يعني انا موجود، نعتبر زياراتي لمصر عديده جدا كثيره جدا،
ف يعني كل بصراحه الاغنيه كل فيها حياه وفيها بهجه وفيها صحيح. كل جمله فيها تتقال بكل حب وبكل عفويه. قدرت تحفظها ولا بتغنيها من الورق لسه؟ يعني احفظها اكيد لازم اكون حافظها، يعني هي ما بتحتاجش يعني وقت كبير او مجهود كبير حتى تحفظ، لانها اغنيه لايت يعني اغنيه خفيفه جدا وما ما قريبه جدا الى القلب. صحيح. تحبي تهديها لحد معانا النهارده؟ ليكم انتم اكيد المستمعين المشاهدين كلكم بشوات بالنسبه لي انا، وانا تعودت على كلمه الباشا باشا جدا باشا خالص يعني احنا بنشكرك جدا فناننا الجميل صابر الرباعي، من نجاح لنجاح، مصر شكرا. كلها بتحبك، وطبعا صوتك في مصر وعندنا كلنا في ودنا ليه طعم خاص. مبروك. شكرا شكرا. الله يبارك فيك. شكرا شكرا لي. شكرا. مع السلامه. صابر الرباعي بكل المحبه، الباشا مصري جدا، اسمعوها وقولوا لنا رايكم. وما زال الامل مستمرا. انا طبعا اول ما شفت الخبر ده، هو خبر قعدت اتناقش فيه انا وزمايلنا، وكان اول سؤال يا ترى في عمر الستين كريم عوض ممكن يبقى شكلها ايه؟ حطيت كل الاختيارات والاحتمالات، لكن كم حد فينا في عمر الستين ما شاء الله ما شاء الله هيبقى زي ملكه جمال الارجنتين أليخاندرا كسرت كل قواعد الجمال، ملكة جمال الأرجنتين السنة دي، والأول مرة لما تغير قواعد التقدم لمسابقة ملكة الجمال إن اتفتح العمر، أصبح مش بس لحد 28 سنة، العمر مفتوح، وحتى كمان الأطوال اتفتحت. كمان من ضمن الحاجات اللي سهلوها عليهم، اتقدمت أليخاندرا وعمرها 60 سنة. هي صحفية ومحامية، امرأة مطلقة، ما تفكروش في ان انتوا تتقدموا للجواز خلاص لان عندها 60 سنه بتحب الحياه جدا. قالت انا اتألمت لما الناس كانت بتنتقد سني، لكن كنت عارفه ان انا هقدر افوز. وقالت انا بحب الحياه جدا، ومن جمالها بيبان على وشها. قولوا لنا انتوا ايه رايكم، سر جمال أليخاندرا من وجهه نظركم ايه؟ انا هقول لكم طبعا، هي قالت لنا وصفه الجمال، يعني دي صورها، يعني حد ممتلئ بالشباب الحيوية. دايما كان في تعليقات على انه مستحيل ده يكون عمرها الحقيقي، وشها مش بيبين كده خالص، ده مش عمر حد عنده 60. لكن هي قالت 60 سنة، ولو تاخدوا بالكم التجاعيد حوالين العين البسيطة لكن بتتخفى بمجرد ما بتبتسم. الابتسامة سر من أسرار جمال أليخاندرا من وجهة نظري الشخصية، وحبها للحياة سر من أسرارها. هي قالت لنا على سرين تانيين، الأول إنها بتحب الرياضة جدا وما بتبطلش تلعب رياضة، والتاني إنها بتلجأ لنظام الصيام المتقطع علشان تحافظ على جسمها. طبعا مبروك عليها ومبروك علينا، الأمل في إن في عمر الستين بالجمال ده فعلا الروح ما بتكبرش، ما تحسبوهاش كده. الخبر اللي جاي، نبض بوابة أخبار اليوم ليها وقفة مع فنان من فنانين أمريكا. أخذ لحن لفيروز مشهور جدا وهو أنا لحبيبي، وقرر أنه يعمل عليه أغنية داعمة لفلسطين. الأغنية اسمها هينز هول، والأغنية دي بيحكي فيها عن المآسي اللي عايشها الشعب الفلسطيني، وأن إسرائيل مهما عملت بكل المذابح والمجازر اللي بتعملها دي مش هتقدر أنها تطول وجودها في فلسطين كتير، لأن الحق دايما بينتصر. وهو قرر هذا الفنان الشهير ماك ليمار انه يخلي الاغنيه دي على المواقع المختلفه، اي ارباح هتيجي من المشاهدات او من بيع هذه الاغنيه هتوجه تماما للمنظمات الداعمه للعمل في غزه، سواء كانت منظمات الخاصه بالاغذيه ومنظمات الاغاثه الاونروا، او حتى المفوضيات اللي بتشتغل هناك علشان تدعم الشعب الفلسطيني في الواقع المرير اللي هو فيه. احنا بنحييه. الموضوع ما هوش ديانتك ايه ولا جنسيتك ايه، الموضوع هل انت انسان؟ وهو اثبت ماك ليمار ان هو انسان. اخر حاجه معانا النهارده وهيا بنا، طبعا وسائل التواصل الاجتماعي اللي مصر اخده فيها الرقم واحد على مستوى الوطن العربي في استخدام التواصل الاجتماعي، دي حاجه كويسه. طيب في حاجات موجوده على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا بتدي حق مؤخرا انها تسحب كل صورك من موبايلك وتعمل لك هي على مزاجها بوست او تعمل لك ريل. هل يا ترى ده خاصيه لو انت مش عايزها تعرف تلغيها؟
طب هل معناها انها لو مش شغاله عندك في وسائل التواصل الاجتماعي انها تقدر تاخد صورك من غير اذن منك؟ طب نعمل ايه؟ حقيقه الموضوع ده ايه؟ لان انتشر كلام كتير جدا عنه. احمد الشيخ استشاري المنصات الرقميه معانا عبر زوم وهيدينا الخبر اليقين. يا مساء الخير يا استاذ احمد. اهلا وسهلا، مساء الخير. استاذ احمد، يعني اتصور موضوع المنصات التواصل الاجتماعي رقم واحد على مستوى الوطن العربي في استخدامها مصر حاجه معرفش تفرح ولا تزعل من وجهه نظرك، يعني دي حاجه كويسه؟ لا، هي حاجة طبيعية، هي مش مفاجأة، لأن مصر فيها أكتر من 100 مليون، معظم الناس أو على الأقل 30-40% من الناس بتستخدم السوشيال ميديا، وحتى السوشيال ميديا نفسها في اختلاف عن مثلا الواتساب، هل الواتساب سوشيال ميديا ولا لا؟ فلو احنا حطينا الواتساب كسوشيال ميديا فمعظم الشعب المصري، معظم الناس اللي عندها انترنت بتستخدم واتساب، وبالتالي فكرة ان المصريين بيستخدموا الانترنت او وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مكثف ويتفوقوا على كل العالم العربي ده منطقي جدا، لان يعني القاهرة لوحدها قد سكان عدة دول عربية مع بعض، فده شيء منطقي ومتوقع يعني. صح، بناء بقياس بالارقام ان مصر لازم تبقى الاولى على الوطن العربي. طب السؤال بقى، الخاصية اللي احنا بنتكلم عليها، حق وسائل التواصل الاجتماعي انها تسحب الصور بتاعتي من الموبايل وتعمل هي بشخصيتها الخاصه ريل او بوست او حاجه خاصه بيا، هل دي خاصيه نحافظ عليها ونخليها موجوده مش مضره، ولا دي بتدي اكسس معينه ممكن تبقى مضره بعد كده فينبغي علينا ان احنا نوقفها؟ هو اللي بيحصل ايه، فيسبوك وانستجرام والسوشيال ميديا بشكل اساسي هي مهمتها الاساسيه انها تشجع الناس ان هي تقضي اكبر وقت ممكن على هذه المنصه، لان كل ما الناس هتقضي وقت اكتر كل ما ده بيتحول الى مكاسب. ازاي تخلي الناس تقضي وقت اكتر؟ ان هي بتشجعك، ان انت بتقول لك ان الريل مثلا بيعمل تفاعل كبير، يلا اعمل ريل، يلا اعمل ستوري. طيب في ناس ما عندهاش بقى النو هاو، ما عندهاش التكنيكال سكيل انها تعرف تعمل ريل او ستوري، ففيسبوك او انستغرام او منصات التواصل الاجتماعي هي بتكون عندها اكسس على الصور او الفيديوز، فبتقول لك يلا احنا عملنا لك ريل، يلا انشر هذا الريل. هي بتاخد الاكسس ده ازاي؟ هي بتاخده بموافقه المستخدم، وبالتالي مبدئيا اي حد يقدر يقفل هذا الاكسس اللي واخده فيسبوك او انستغرام على الصور او الفيديوز بتاعه. لو في حد منزعج لازم يقفل هذا الاكسس من السيتنجز، دي امرها سهل يعني. الحاجه الثانيه ان مش هيحصل نشر الا بموافقه الشخص صاحب الحساب، هو هيقول لك احنا عملنا لك هذا النموذج للريل او الستوري، يلا انشره، فانت لازم تدوس اوكي او تدوس ببلش او بوست علشان يتنشر. البعض ممكن ينشر بدون ما يقصد، ممكن ما ياخدش باله، هو ده الخطر، وعلشان كده مهم جدا ان احنا نقفل خاصيه ان هو يعمل لنا صور من السيتنجز بتاعتنا على التليفون او على الجهاز اللي احنا بنستخدمه، نقدر اساسا نقفل وصول السوشيال ميديا الى الصور. ولكن طبعا يعني القصه بتاعه الخصوصيه، استخدام يعني العلاقه ما بين السوشيال ميديا والخصوصيه، هي فيها الكثير من المعلومات الغلط، فيها الكثير من التخويف، في ناس بتحب جدا تستخدم ده علشان تخوف المستخدمين، ولكن برضو لابد إيه من هي الحاجات من اللي فيها تخويف بشيء. ايه هي الحاجات اللي ممكن يكون فيها تخويف وبتتنشر علشان تخوف الناس لكن هي حاجات مش حقيقيه وحضرتك لاحظتها يا استاذ احمد؟ أنا شفت البوست اللي هو بيتكلم عن الصور والفيديوز والكلام ده، الصياغة بتاعته والناس تفاعلت معاه على اعتبار إن فيسبوك بيتجسس علينا، بياخد هذه المعلومات غصب عننا، هينشر صور، هينشر معلومات حساسة، لا مش بهذه البساطة يعني. الفيسبوك أنت بتدي له أكسس، أنت بتقول له ينشر فهو هينشر، ولكن في مشكلة كبيرة جدا في التعامل مع الصور والخصوصية المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي، إن سياسات الخصوصية بتختلف من دولة إلى أخرى، وبتختلف من قارة إلى أخرى. يعني على سبيل المثال لما شركة ميتا أطلقت ثريدز المولود الجديد بتاعها لم تستطع أن تطلقه في الاتحاد الأوروبي. ليه؟ لأن الاتحاد الأوروبي قوانين الخصوصية، قوانين حماية المعلومات وحماية المستخدمين وحماية ومكافحة الاحتكار، كل هذه القوانين كانت بتتعارض مع سياسات ميتا في هذا الخصوص، وعلشان كده ما قدرتش تطلقه في الاتحاد الأوروبي خضوعا إلى لهذه القوانين، ولكن أطلقته في دول أخرى لأن ما فيش قوانين تحمي المستخدم من اختراق خصوصيته واستهدافه بالممارسات الاحتكارية. طب خلينا ناخد نقط صغيرة قبل ما اختم مع حضرتك. واحد، حضرتك قلت ان اوتوماتيكلي في اكسس من الفيسبوك او وسائل التواصل الاجتماعي على الصور علشان تسهل الناس تعمل الحاجات دي، يعني اذا لو انا مش هعرف ان هو مبدئيا موجود ان ده متاح، يعني ده موجود من ضمن الحاجات اللي الاوبشنز اللي مفتوحة عندنا في وسائل التواصل الاجتماعي، لو انت مش عايزها اقفل، ده اول حاجة صح، ونروح لها للسيتنجز. تاني حاجه ده صحيح، ده حضرتك صحيح. لازم كل حد يتحكم في لازم يتحكم في الاكسس اللي هو بيديه للسوشيال ميديا على تليفونه او جهازه، يقدر يتحكم فيه ويقفل كل حاجه. بس خليك عارف ان انت طالما ما قفلتش هو مفتوح، يعني الطبيعي انه مفتوح.
الحاجة التانية بقى، حضرتك قلت لي إن الفيسبوك الأكسس اللي بيعملها الناس متخوفة منها، لكن الفيسبوك نفسهم هم اللي يتكلموا عن نفسهم إن هم بيستخدموا معلومات الناس في أشياء أخرى، يعني في دول بتلجأ لها، في مؤسسات بتلجأ لها، حتى ممكن تكون شركات تجارية بتلجأ لها علشان تحلل الداتا اللي هي عندها أكسس عليها وتستخدمها يعني لأغراض، حتى لو كانت الأغراض دي تجارية أو اقتصادية أو غيره. ده مش حقيقي؟ ده اكيد حقيقي، هو ده البيزنس الحقيقي اللي بيحصل. ما هو فيسبوك اساسا متاح مجانا ليه؟ لان هو بيستخدم كل هذه الداتا، هي دي التجاره الحقيقيه بقى. في شركات كتيره جدا هي اسمها ان هو وسيط في عالم الداتا او محلل، هو وظيفته ان هو ايه؟ بيساعد المعلنين ان هو يستخدم هذه الداتا علشان يستهدف الجمهور. احنا برضو على فكره يعني برضو عشان مساله الخصوصيه زي ما انا قلت ان في تخويف، لا هي برضو هي مساله خطيره، ولكن ليه انا بشوف ان الكلام مش مبرر؟ ما ينفعش احنا ما نحطش قوانين وما نحطش قواعد وبعد كده نتهمهم ان هم بيخترقوا الخصوصيه. زي بالظبط الشارع، احنا مش بنعدي الشارع احنا الا لان في يعني لما نيجي نعدي الشارع في قوانين وفي طرق بنعدي بيها الشارع، مش معقول ما نعديش الشارع لان احنا خايفين من السيارات الطائشه، لا ما هو في قوانين لازم تمنع هذه السيارات. وبالتالي الفيسبوك بيستخدم المعلومات، حتى لو احنا على فكره حتى لو احنا قفلنا، يعني مثلا فيسبوك بيرصد اللوكيشن، احنا مدينه اكسس على اللوكيشن، طب لو قفلنا اللوكيشن هل مش هيعرف احنا فين؟ لا هيعرف طبعا. ليه؟ لأنه بيستخدم الاي بي، الاي بي اللي هو الرقم بتاع الجهاز او الرقم بتاع اللوكيشن اللي انا فيه علشان نقدر نفتحه. علشان كده حتى لو انا فاتح اللوكيشن حتى لو انا سوري قافل اللوكيشن، الفيسبوك بيعرف لو الجهاز بتاعي او الفيسبوك اكاونت بتاعي اتفتح من مكان تاني. هو بيقول ان انا بعمل كده عشان احمي الخصوصيه، اوكي عشان يحمي الخصوصيه، عشان يحمي السريه، ولكن برضو عشان يستهدفنا بالاعلانات. فهو ولأغراض أخرى، وفكرة تجارة الداتا هي أهم مكسب بتحققه فيسبوك. صحيح، الأرقام كبيرة جدا اللي احنا شفناها وسمعناها خلال الوثائق اللي تم الإعلان عنها. عندك أي نصيحة أخيرة أستاذ أحمد للناس اللي بتتابعنا دلوقتي، تحب تقولهم أي نصيحة في الموضوع ده؟ النصيحة الأساسية إن احنا لازم نراجع السيتنجز بتاعت وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا فيسبوك. فيسبوك موقع ضخم جدا، خدماته كتير جدا، مغري بشكل كتير جدا. واحدة من السيتنجز اللي أنا بنصح الناس إن هي تعملها، لما بتدخل على السيتنجز هو بيدي لك أوبشن تعرف أنت بتقضي كام وقت على فيسبوك، فشوف الأوبشن ده وشوف بتقضي كام وقت، وتقدر تحط ليميت لو عايز، لما توصل مثلا لساعة أو ساعتين يقول لك كفاية أنت كملت الساعة بتاعت النهاردة، اعمل حاجة مختلفة. على فكرة أول مرة حد يقول لنا هذه النصيحة، وأنا أول حد حينفذها على فكرة. يعني أنا بشكرك جدا أستاذ أحمد الشيخ، استشاري المنصات الرقمية، شكرا جزيلا، معلومات قيمة جدا أخذناها من حضرتك النهاردة. فاصل ونرجع نقابلكم، عندنا فقرة غاية في الأهمية، وثيقة التأمين ضد الطلاق، مع ولا ضد؟ بالمناسبة في ثغرات كده صغيرة لو سمعتوها هتغير أفكاركم تماما في موضوع وثيقة التأمين ضد الطلاق. خلينا ناخد فاصل ونرجع نقابلكم تاني وحديث القاهرة. أهلا بكم من جديد وحديث القاهرة، الفقرة الأخيرة مناظرة. مناظرة بين رأيين في موضوع اتقال عليه أنه هيوقف عملية الزواج في مصر، محدش هيتجوز إذا اتطبق الموضوع ده. وطبعا في كلام كتير جدا أثير حوالين أنه مناهض وضد الشريعة. إيه هو الموضوع بالظبط؟ هو وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق. أنتوا سمعتوا فيه كلام كتير لحد دلوقتي، لكن اللي النهاردة هنعمله أن احنا هنعمل مناظرة حية على الهواء على مدار الدقائق اللي قادمة إلى أن تطول، حوالين انت معاها ولا ضدها وليه. بس الاول نفهم ليه. انا هطلب من ضيوفنا اللي موجودين معانا النهارده واللي انا برحب منهم جدا، خليني الاول ارحب بيهم. معانا سياده المستشاره هايدي الفضالي، رئيس محكمه الاسره سابقا وجنايات الاحداث، اهلا بك يا سياده المستشاره. اهلا وسهلا يا فندم. ومعانا سياده المحامي الاستاذ ايمن محفوظ المحامي بالنقد، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. انا بطلب من حضراتكم ان الدقائق اللي جايه عايزين الناس تستفيد بيها باقصى شكل ممكن. طبيعه البرنامج المناظره، احترام للراي الاخر، ومجرد ما حضرتك هتنتهي من كلامك من حقه ان هو يرد عليكي ايا كان ايه الموضوع، وحضرتك نفس الموضوع بالظبط. تمام، بنعتمد كل المعايير الاخلاقيه في أكيد. هذا الحوار. البدايه، وثيقه التامين ضد مخاطر الطلاق، ليه عملت كل الجدل ده؟ ليه الناس واقفه ضدها من وجهه نظرك؟
هو انا مش شايفه ان كل الناس واقفه ضدها، هو في مع وضد. احنا اي حاجه بتطلع جديده دايما في مجهول، خايفين من المجهول. يا ترى الستات هتتضر؟ يا ترى الرجاله مش هتروح تتجوز؟ يا ترى الستات هتبقى واخده حقوق فوق حقوقها كتير قوي؟ اللي متخيل ان هي واخده حقوق كتيره قوي هتاخد حقوق معقوله اكتر من كده؟ الراجل انا يعني مطالب بايه تاني؟ نفقات وبدفع ملتزم، مصاريف وبدفع مصاريف مدارس وبدفع كل حاجة يعني بطلب بيها بدفعها، كمان تيجي وثيقة مخاطر ضد الطلاق أروح كمان أدفعها في أول الزواج، أدفع المبلغ الكبير قوي ده اللي هو 25,000 جنيه مثلا. اشرحي لي الموضوع. وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق معناها إن الزوج اللي عايز يتجوز أو الشاب اللي عايز يتجوز بنت علشان يروح يتمم عقد الزواج لازم يروح يعمل وثيقة تأمين ضد مخاطر الطلاق. بالظبط كده، هو وقت انعقاد الزواج أمام طبعا المأذون. احنا دايما بنتكلم عن الزواج الرسمي طبعا، لأن في حد يقول لك لا طب افرض زواج بطريقة أخرى، احنا بنتكلم عن الزواج الرسمي المقر في جمهورية مصر العربية اللي هو أساسا لا تسمع دعوة إلا بوجود وثيقة رسمية أمام أي محكمة. الوثيقة دي أول ما أنت هتروح تعمل وثيقة الزواج هتبقى معاك التأمين بتعملها وثيقة ان انت بتأمن، ده تأمين إجباري زيه زي المرور زيه زي إجراء حكومي انت بتتخذه، ده إجباري إلزامي على أي زوج هيبقى محرر وثيقة تأمين. تأمين ضد ايه؟ ضد الست دي لو انت طلقتها. يعني ايه طلقتها؟ يعني ما خلعتكش او ما خلعتش نفسها، بلاش ما خلعتكش اسمها خلعت نفسها، ما عملتش خلع، انت طلقتها طلاق غيابي او هي راحت للمحكمه اتطلقت طلاق للضرر. يعني ايه طلاق للضرر؟ معناها برضو ان هو زي طلاق الغدر، لا تم اثبات ان هي تستحق الطلاق لانها مضروره من هذا الزواج. بالظبط، باثبات طبعا بتحال الدعوه مثلا للتحقيق، وفي شهود يثبتوا ان هي فعلا كان غير امين عليها، كان في تعنيف، كان ما بيصرفش عليها، كان غير امين عليها نفسا ومالا، كان اتجوز باخرى لان ده يعتبر من اسباب الضرر، عمل اي حاجه، اي مشكله، هجر، غيبه، كل ده اسباب ضرر. لو هي صدر ليها حكم بطلاق للضرر بتاخد باقي مبلغ وثيقة التأمين عند الطلاق، هو بيدفع جزء منها في الأول وبعد كده بيدفع زي أي تأمين قسط شهري أو قسط كل فترة معينة اللي هو قيمة الوثيقة كأنه مأمن على حياته مثلا، مأمن على بيته على حاجة ضد حريق، ضد طلاق. هو في حريق أكتر من حريق الطلاق للست وللولاد. طيب، فما فيش الكلام ده. استني بس عشان احنا لسه بنفهم، هاخد آخر حاجة قبل ما اروح للسيادة المحامي. الوثيقة دي لو الست اتطلقت بتاخد هذا المبلغ اللي هو وثيقه الطلاق، طب لو ما اتطلقتش؟ لو ما اتطلقتش لا مش هتاخدها. مش هي الست يعني الفلوس دي بتروح فين؟ لا ما فيش، هي بقى عند الوفاه المفروض، عند الوفاه للزوج ولا للزوجه؟ المفروض انا بقول ان هي لازم تكون لاقرب الاجلين. لا للزوجه، هي الوثيقه دي مين لمصلحه مين؟ هي لمصلحه الزوجه. في اراء بتقول نخليها للاثنين، وعلى فكره انا مش ضد ده، بالعكس احنا يعني احنا شايفين نسبه الطلاق بقت عاليه جدا واحيانا بترجع للست. انا مش بقول ان هو دايما الراجل اللي بيطلق وبيرمي وبيروح يتجوز عليها وهو اللي بيمتنع عن المصاريف وبيخليها تنزل تشتغل كل حاجه علشان هو يقعد في البيت، مش بقول كده. مش بقول ده. شغلك رئيسة محكمة الأسرة ده جاب لنا حاجات كتير أو قصص ياما قوي على فكرة. بالظبط، أنا مش بقول كده، بس بقول لو أنت حتى كده لا إحنا ممكن نعملها العكس. لو أنت بقى تسببتي في الطلاق أكيد خلع كده كده مالكيش في الوثيقة دي. طبيعي لازم تكون طبعا السنوات 3 سنين على الاقل زي ما الوثيقه قالت، يبقى في زواج استمر 3 سنين. محدش يروح يقول مثلا انا هتجوز سنه، واحده تقول هتجوز سنه اعملها تجاره انفستمنت ان انا بعمل بتجوز عشان انا اتصور ان كان من ضمن الشروط ان تكون الطلقه طلقه بائنه كبرى، بينونه او بينونه كبرى، يعني اللي فيها البينونه الكبرى انها ما ينفعش ترجع، يا اما 3 طلقات يا اما الطلاق عن طريق بالظبط كده على الابره. بس في حد بيطلق 3 مرات في 3 سنين؟ ما هي في البينونه دي مش لازم يكون 3 مرات، ممكن تكون بينونه كبرى عند المأذون ان هي راحت حضرت وطب يعني طلعت طلاق على الابراء، ده اسمه برضو طلاق بينونه كبرى، ما ينفعش يرجعوا لبعض الا بمهر جديد وعقد زواج جديد. بالظبط كده. في الحاله دي تستحق. هي نقف عند الجزئيه دي. اولا عندك اي تعليق عليها قلته قبل سؤالي؟ عندي تعليق، ده انا عندي 1000 تعليق. ايوه اولا احنا انا طبيعتي هادي ما فيش اي مشاكل. احنا عايزين نشرح الوثيقه دي بمنتهى السهوله ومنتهى البساطه. اولا هنتكلم قانون، ودي يعني مش من عادتي ان انا اتكلم بشكل قانوني بحت يعني، بس انا هتكلم بشكل قانوني في الاول. اتفضل. وثيقه التامين على مخاطر الطلاق هي مفروض عقد رضائي، كيف يتوافق الرضا مع الاجبار وهو تامين اجباري؟ اذا العقد ده اصبح عقد اذعان ومش عقد رضائي. يعني ايه؟ يعني بنفرض على الزوج ان هو يدفع
رقم معين او اقساط معينه. ثانيا عقد التامين ايه هو؟ في شخص مستفيد هو اللي بيدفع اقساط التامين، وفي شركه بتضمن المخاطر اللي بتحيط بيها. ولما نحول الست لسلعه، وانا اهو منتهى الهدوء اهو، زي العربيه، زي الشقه، زي تامين ضد الحريق، يبقى احنا بنحول الست الى سلع. لا انا متاسفه على ثاني واحده بس احنا مش بقى قلنا بقى ده. لا سلع مقاطعه بقى. سلع. لا انا بتكلم على كلمه سلع. ثاني واحده بس. لا ثاني واحده بس استاذ حضرتك، كلمه سلع انا هوقف المواضيع في الوقت اللازم. سياده المستشاره خليه يكمل كلامه حضرتك. اولا هننزل شويه بنبره صوت بعد اذنك وتفضل. احنا محامين وصوتنا دايما بيبقى عالي في المحاكم، لان احنا صوتنا بيوصل للقاضي. بس الميكروفون هنا يا فندم، ما تقلقش خالص، المشاهدين سامعينك. اتفضل. وانتهى الهدوء. اذا الاشراط القانونيه لعقد التامين ده باطله من اول بدايتها، يعني لانه بقى عقد اذعان ومبقاش عقد رضائي. اذعان يعني ايه؟ يعني انت مجبر على دفع الفلوس دي. طب هو ليه ما بيقولش الزوج على انه بيدفع مصاريف المأذون ان ده برضو فيه اذعان؟ وليه ما بيقولش انه بيدفع الفلوس بتاعه الصحه والكشف الصحه ان ده عقد اذعان؟ ليه جه عند وثيقه تامين الطلاق وخصوصا انها مبرره؟ يعني انا سمعت لقاء للمستشار عبد الرحمن محمد رئيس لجنه اعداد مشروع قانون الاحوال الشخصيه من سنتين، كان بيتكلم فيه على ان هذه الوثيقه علشان الستات اللي ما بتعرفش تصرف فلوس عقبال الاجراءات القضائيه، فلوس الطلاق اللي هي الحاجات المتعلقه بالطلاق خلال الفتره الاولانيه، يبقى عندها مصدر للعيش وما يبقاش معرضه لاشياء اخرى. وبعد كده لو ما اتطلقوش المفترض ان الوثيقه دي كانت بتتصرف للزوجين بعد عدد معين من السنوات. الطريق الى جهنم مفروش بالنوايا الحسنه، مش عشان خاطر ان احنا نحمي الست المعيله وطبقا نص الماده 11 من قانون الدستور اللي هم بيقولوا ان هو سند ليهم. الماده دي بتقول المساواه بين الراجل والست، احنا خايفين على الست ومش خايفين على الراجل. الراجل يدفع الاقساط وكمان يبقى ندي الست مكافاه على ان هي اتطلقت. طب اسباب الطلاق كانت ايه؟ ما ستات كتيره قوي جبارين بيجبروا الزوج على الطلاق. هذه الوثيقه تخالف الشريعه الاسلاميه وتخالف الشريعه المسيحيه. ازاي؟ في جميع الاديان الزواج ميثاق غليظ، وان هم جسدين، يعني جسدين في روح واحده، او ان هو خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها. تسكنوا اليها وازواجا من انفسكم. طيب بمجرد انفصام هذه العلاقه خلاص مفيش عندي التزام ضد لهذه السيده. استاذ ايمن حضرتك تعرضت دلوقتي لان يعني بمقياس الشريعه ان هذه الوثيقه تعتبر باطله، صح؟ وقانونا وغير باطل. بس حضرتك قلت بمقياس الشريعه. انا لا يفتى ومالك في المدينه، معنا الدكتوره سعاد صالح استاذ الفقه المقارن على التليفون، وهي هتقول لنا الراي البات في هذا الموضوع. دكتوره سعاد اولا الف سلام عليكي. الله يسلمك حاج، افتقدناكي جدا في الاستوديو. ان شاء الله تخفي وتكوني بالف سلامه. راي الشريعه ايه في موضوع وثيقه التامين ضد مخاطر الطلاق؟ هي فعلا مخالفه للشريعه زي ما بيقولوا عليها يا دكتوره؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عفوا اسمعي لحضرتك اكلمكم بمنتهى الصراحه في هذا الموضوع. ارجوكي. يعني أنا ملاحظة يا أستاذة كريمة إن قوانين كتيرة دلوقتي بدأت تعمل بعد نفسي بين الزوجين. وفي إحساس، أنا كامرأة في إحساس إن هناك ميل شديد جدا لجانب المرأة على حساب الزوج. برافو. وهو ربنا سبحانه وتعالى يعني وضح هذه العلاقة بالمودة والرحمة. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى شرع الحقوق التي تستحقها المرأة عند الطلاق. من مؤخر صداق على نفقة على متعة. فإحنا لما نيجي بقى نعمل قوانين جديدة توسع اللي هو بين الزوجين وتوسع الشرخ النفسي بين الرجل والمرأة في الوقت اللي احنا بنقول فيه يا جماعة نسبة الطلاق بتزيد. بس يا دكتورة سعاد،
دكتورة سعاد، أنا طبعا فاهمة جدا وجهة نظر حضرتك جدا وفاهمة رقيها، لكن هي الفكرة هنا إن لما بيحدث الطلاق وفق القوانين الوضعية البشرية بيكون في تأخر في صرف مستحقات الزوجة وبتلجأ للطلاق، وأحيانا بيحصل تهرب من الزوج وبيبقى صعوبة في إثبات الدخل بتاعه، فبالتالي هذه المرأة وخصوصا إذا كانت معيلة وإذا كانش عندها مصدر آخر للدخل ما بيبقاش قدامها طريق آخر لكسب مال حلال، فبالتالي لحمايتها وحماية أبنائها من أشياء كتيرة جدا ومخاطر كبيرة دي بتصرف عليها لحين البت في أشياء تانية. ده مش مخرج مثلا ممكن يكون بالنسبة لحضرتك مختلف؟ حضرتك لن تستطيع هذه القوانين الوضعية أن تعلي من شأن المرأة وأن توسع من الحقوق التي تستحقها المرأة مثل الشريعة الإسلامية. بس هي بتعطي ضمانات يا دكتورة سعاد، هي لا توسع لأن الشريعة الإسلامية احتوت كل هذا وأكثر، لكنها تعطي ضمانات للتحقيق الأرضي لهذه الشريعة السماوية. الحقيقة أنا لا أرى داعي أبدا لهذه الوثيقة. هي مخالفة للشريعة يا دكتورة؟ لا هي ليست مخالفة، هي مش مخالفة للشريعة، مخالفة للإنسانية، مخالفة للعلاقة الروحية. وإحنا يا جماعة بنطبطب على الزوجين عشان يستمروا. أي زوجة دلوقتي عفوا يعني مع احترام شديد للزوجات وللمرأة هتشعر إن هذه القوانين بتديها مساحة في إن هي تتعالى على زوجها حتى تحصل على الطلاق ثم تأخذ هذه الوثيقة، أنا عفوا جدا أنا لا أؤيد مثل هذا. وضحت، شكرا جزيلا دكتورة سعيد. يا جماعة خلوا ربنا الذي خلق المرأة والرجل، ربنا الذي وضع لكل منهما دوره في الحياة أن يستمروا مع بعض. وضحت جدا، بنشكرك دكتورة سعاد صالح. احنا من جانب التعليق مسموح لحضرتك لو في تعليق بسيط بعيدا عن التأييد أو المعارضة في أي جزئية في الموضوع وفق الجانب القانوني. القانوني والشرعي زي ما كنت بشرح بقول إن ليه نفترض سوء النية من الرجل بالإساءة في الأساس؟ ليه نفترض إن في وقوع للطلاق من الأساس؟ ده يناقض العقد ويناقض فكرة التأبيد القائم عليها عقد الزواج. طب إذا خرج في قانون الأحوال الشخصية، لأن هذه النقطة كانت مثار للأحوال الشخصية، خلينا نروح نمسك للعصاية من النص، والنقطة الخاصة بوثيقة التأمين على الطلاق دي كانت هتحصل زي ما قال المستشار عبد الرحمن محمد وقتها إن إذا تم تطليق الزوجة فهي هتاخد هذه الوثيقة، وطبعا إذا كانت زي ما قلنا بينونة كبرى وكل هذه الشروط، وإذا ما تمش الطلاق يبقى بعد عدد معين من السنوات يستردها الزوجين وتبقى كأنهم حوشوا فلوس ورجعت لهم تاني. ده مش ممكن التوضيحة دي تفرق في نظرة الناس للجزئية دي يا سيادة المستشارة؟ تمام، أنا هقول لحضرتك حاجة مهمة. أولا بالنسبة للوثيقة المتخيل إن هي ضرر للزوج، لا، أنا عايز أقول إيه الأضرار اللي ممكن تبقى للزوج أبشع من الوثيقة. في ناس على فكرة بتعمل إيصالات أمانة، في ناس بتعمل قايمة منقولات وتحط فيها ذهب كتير، إحنا ضد ده. ليه؟ لأننا ضد حبس الزوج. القايمة دي تعتبر خيانة أمانة وبيعملوا فيها مبالغ يعني خيالية وجرام من الذهب كتير، كل ده يقولك ضمان عشان الزوجة لو كده. طب أنا الرجالة هتفرح بده لو كان في مقابل إن إلغاء القايمة وإلغاء الحاجات اللي طب الزوجة فين حقها لو حصل ده؟ ده اللي أنا بقوله. أقصد هو هيقول إيه؟ أنا ممكن أعمل التأمين ويخلوني أمضي على القايمة وأمضي على كمان الإيصالات الأمانة، فأنا بالتالي أبقى كسبت. لا، هو الزوج، أنا في رأيي إن الزوج اللي يروح يمضي على نفسه قايمة، لا، أنا بقولك ما تعملش كده، ما تعملش كده، انت في عفش انتوا الاثنين بتستفيدوا بيه. الذهب ملاصق للزوجه، اكيد مش هتسيبه وتمشي، فما تكتبوش في قايمه، ما تعرضش نفسك لجريمه خيانه الامانه. لا، اللي بيكتب على نفسه ايصال امانه وعلى بياض عشان ضمان، لا، ما تعملش كده، انت مش مضطر تمضي على حاجه جنائيه. لكن لما تبقى وثيقه تامين في حاله ان انت طلقتها، مش بنقول ان هي زي ما قلت خلعت نفسها او هي اللي طلبت الطلاق او هي اللي تسببت فيه، هي حتى لو رفعت طلاق وانت ثبتت ان هي كانت السبب او انت طلقتها حتى غيابي كمان، القاضي احيانا واحنا كقضاة اسره بنحيل الدعوه للتحقيق لو هو قال هي السبب اني طلقتها غيابي كمان. يعني القاضي الاسره زيه زي القاضي الجنائي بيبقى عنده دايما
يتيقن قوي ان هو مفيش مش ظالم حد، يعني ان الست مش عامله لعبه وهي اللي زهقته في حياته علشان يطلقها عشان تاخد الفلوس. بالظبط زي ما حضرتك قلتي بالظبط. عشان كده حتى لو طلقها غيابي، غيابي مع ان ده اسم طلاق غدر، القاضي برضو لو الزوج قال لا هي اللي تسببت، هي اللي خلتني اعمل كده، بيحيل الدعوه للتحقيق ويشوف ظروف الطلاق كانت عامله ازاي. ان انت طلقتها غيابي ليه؟ يمكن هي فعلا عملت كده وما جاتش معاك للمأذون، تطلقه على الابراء او طلاق حضوري. لان الزوجه كرامه ليها، كرامة ليها انها ما تترميش غيابي. انت زي ما رحت اخدتها من بيت اهلها، من بيتها وبشهود وباهلها، لما تيجي تطلقها بره، طلقها في نفس العيله دي، حكم من اهلها وحكم من اهلك، الطلاق يبقى هي عارفاه. لكن احنا بقينا نشوف الزوج اللي بيطلق مراته مش قايل لها، واحيانا يطلقها يبقى قاعد معاها في نفس البيت، واحيانا لحد دي اكتشفت واحده كلمتنا على الهواء قالت لنا انا اكتشفت ان انا اتطلقت بعد ما مت، ان انا كنت طب هناخد من الحته دي اللي قالته دلوقتي سياده المستشاره حاجات منطقيه جدا. هي بتقول اذا كان ده هتبقى ضمانه للزوج اهم من القايمه والحاجات دي، لان اي حد هيكلمه يقول له يا عمي ما انا عامل وثيقه تامين. الثانيه بقى ان اساسا المحاكم بتمنع التلاعب في حكايه ان الزوجه زهقته في حياته دي علشان يطلقها، فبالتالي انت عايز ايه اكتر من كده؟ ده كلام انثوي بحت ما يمتش للواقع بالصله. وانا مستغرب ازاي حضرتك تقولي كده وانت كنت قاضي في محكمه الاسره وعارفه ان، وقاضي في محكمه طبعا جنايات الطفل. القانون القاضي ما بيطبقش غير القانون المرسوم، واحنا لا سمعنا يعني اقرب الاجلين اللي حضرتك بتقولي عليها ان تصرف في الوفاه مش موجوده في القانون. ده مقترح بالمناسبه، لا هي ما قالتش ان ده موجود في القانون، هي قالت ان قد يكون مقترح زي ده يخلي ثانياً الموضوع افضل. انهي اسره النهارده في مصر ما بتكتبش قايمه او بتفرض على الزوج انه يكتب قايمه؟ مش هيتجوز. حتى لو كتب وثيقه، يعني انت لو عندك بنت خلينا كده، وجالك حد قالك انا عايز اتجوز بنتك، وبدل ما اكتب قايمه هعمل وثيقه تامين ضد مخاطر الطلاق، لو حصل اي حاجه وانا طلقت بنتك هتاخد حقها ثالث ومثالث، انت هتقول له لا اكتب لي قايمه؟ بالنسبه لنا هقول له لا، ده انت تكتب قايمه وتكتب وصل امانه وهتكتب كل حاجه، لان ده طبع الشعب المصري دايما متخوفين وما اعرفش مين اللي صدر لنا فكره ان الراجل ده وحش مفترس وهيفترس البنت وان هو مش هيراعي ربنا فيها. وانا بقول لك طب ما انت بتعمل كده نفسك دلوقتي. ثانيه واحده بس يا استاذ ايمن، انت قلت لي انا هعمل كده علشان بنتي واعمل اكتر من كده كمان عشان ده طبع الشعب المصري. يبقى اذا من حق الست او ابو الست او اخو الست انه يخاف على اخته ويقول لها انت عايز يخاف عليها من مين؟ من راجل بيحميها؟ ما انت هتخاف على بنتك عليها. انت قلت لي انا هخاف على بنتي وهخليها يكتب قايمه؟ مش قال كده يا جماعه؟ انا جزء من المجتمع، هنضحك على بعض؟ ماشي انت دلوقتي معاها ولا ضدها؟ كلام ملائكي وكلام يعني ما يعني ما طب ما هي دي ضمانه لبنتك اهو، بالحنان وبالطيبه دي. طب ما هو ضمانه لبنتك، دي مش هيحصل في الحقيقه. انت كده بقيت مع الوثيقه على فكره، لان ده ضمانه لبنتك اضافيه مش بس القايمه والايصالات الامانه. الوثيقه يا فندم ليها شروط، وده عقد ليه شروط قانونيه وشروط شرعيه، وقلنا ان كثير جدا من اراء الفقهاء رفضوا هذه الوثيقه، وقلنا ان الشروط القانونيه غير منطبقه عليها وبتحول الست لسلعه. طب خلاص نقف عند الجزئيه دي، نقف عند الجزئيه دي لان انا بختم البرنامج. عندي سؤال، القانون ده امتى يتم العمل بيه وفق الجدول الزمني اللي المفترض يمشي بيه؟ احنا منتظرين ان القانون يطلع قريب جدا ان شاء الله، ومنتظرين تعديلات قانون الاسره 1 لسنه 2000 تطلع بما فيها من فوائد للطفل، عشان في مميزات للاب كتيره فيها ومميزات للام، ومن ضمنها حاجات اللي انا بقول عليها اللي هو القائمه، وان هو ما فيش حاجه حبس، وان هي تبقى اختصاص بس محكمه الاسره مش جناح خالص، ولا نروح على المحكمه ونقول انتفاء ركن تسليم ولا ده. قربنا من الحكايه دي، خائن الامان، قربنا جدا ان شاء الله. انا اللي بقول ان شاء الله قربنا جدا من اصدار القوانين اللي بتحمي الاسره المصريه. احنا الاسره المصريه دي هي يعني هي العماد كده بتاع الدوله. الاسره دي لو يعني طفل عاش في عيشه سويه والاسره بقت شكلها سوي، احنا هنبقى مجتمع متقدم. كده وضحت وضحت. متوقع ان القانون يطلع قريب؟ انا اولا هقول اقتراح برضو قبل ما اقول لك هيطلع اجاوب لك على السؤال ده. عندنا اقل من دقيقه هقول لحضرتك إن زي ما الرجالة اخترعوا قنابل مدمرة وقنابل نووية ما بيتفرقش بين الجنسين، أنا بتمنى إن الستات يخترعوا قنبلة نووية تقضي على الرجالة والرجالة تنقرض من كتر إن أنتوا بتحملوا علينا أعباء. إذا صدر هذا القانون سأدفع عليه بعدم الدستورية لأنه يخالف
نص الماده 11 ومش هيتقبل لانه ما يخالفش القانون وما يتقبلش غير الدستور وده هيبقى قانون غير دستوري. على فكره الموضوع انتهى، الخلافات الزوجيه بتبتدي بالخلافات داخل القانون، القانون ده لصالح الست ولا لصالح الراجل، هينتقص من قيمه ده ولا هينتقص من قيمه ده، فكروا بعقل لان الهدف والاساس هو حمايه الاسره المصريه. انا بشكر ضيوفي جدا، بشكر جدا سياده المستشاره هايدي الفضالي رئيس محكمه الاسره سابقا والمحامي الاستاذ ايمن محفوظ المحامي بالنقد. شكرا. حديث القاهره خلص النهارده يوم السبت الجاي 9 مساء بالضبط، حديث الناس، حديث القاهره، كل اللي بتسمعوه وبتقروه واسئلتكم هتكون عندنا هنا. تصبحوا على خير.